السلام عليكم، مساكم الله خير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. بس قبل يا اخوان اجتني دعوه لمهرجان ولي العهد للشواط الختاميه في بطوله الهجن في الطائف باذن الله، بكون هناك يوم الاحد الجاي. انا يوم وافقت على الدعوه قلت خلاص ان شاء الله بجيكم، دخلت تويتر لقيت فوق يعني معلم مضروب في الطائف، معلم مضروب لان سال الطالب قال له وش اسمك، فقام الطالب اضربه. المعلم هو الغلطان، شوف هذا الطائف انا معكم والله، المعلم هو الغلطان يعني. حتى يعني اذا تقابلنا في مهرجان او شيء ما راح اسالك شو اسمك اطلاقا يعني. ابن اديك ابو حميد، ابن اديك يا كابتن، تدي ما نناديك، ما له داعي يعني، خلوا بيننا سلام نظر بس يعني. في يوم من ايام الدوله العباسيه كانوا في شباب جالسين عند بيوتهم اخويا، وجاهم خويهم قال يا عيال بالله تعالوا معي بوريكم حاجه. قال ايش عندك؟ قال جماعه انا لقيت جره رجل، اثر رجل. قالوا طيب يعني وش؟ قال بالله تعال ما اقدر اوصفها، تعال بالله شوفوا. هم يروحون هم يتفرجون، لا اله الا الله، مين برجل بعير، شي ضخم جرة. واحد منهم كان واقف على نصها كذا والثاني واقف فيها تنتهي. قال يا اخي انت شفته؟ قال والله ما شفته، جيت لقيت اثاره بس ولا ادري وين راح ولا. قال خلنا نلحقه، خلنا نلحقه، وش الانسان ذا؟ هم يمشون رايحين مع الجره وراحوا يلحقون اثاره وجرته. قال واحد يا جماعه الخير والله خطر، والله نلحق انسان بالكبر ذا والله. قالوا احنا ما نبي نسوي شيء بس بنشوفه. قالوا طيب، هم يمشون هم يشوفون الشجره طايحه. قال خويهم بالله راح شوف يمكن راقد ورا الشجره هذه ولا. قال طيب، وراح وجاء بجمعة الخير اللي طايح هذه من الشجرة هذا هو راقد. قالوا تستهبل، قال قسما بالله هو. قالوا نقرب الحين، قالوا ما ادري بكيفكم. هم يروحون يلقون يا اله الا الله انسان عظيم كبير طايح كذا من كثر اغراض يدينه وما ادري، تعرفون اللي يصنعون من الجبال بيوت، هذا ما قم عاد هذا موجود هنا وعليه طرف غبار تحس انه مبطي هو راقد. قال واحد منهم قوم يشوف كيف تبي بك من يا اخي، مش نساله انت من ولا. قال طيب بس بحذر، هو يروح ياخذ العصا يغزه كذا دق قبل العصا من بعيد، اي غاليه طيب حط في عينه عشان ما يحس. هم يقدمون عنده يا ولد هذه وش نسوي فيه، وكانوا جالسين عندهم جالسين فضلانه وهو يقوم. يوم قاموا يرجعون شوي ورا وهو طالع فيهم، واللي معها العصا كان يغزها نزلها بشويش حطها في الارض صغير، وقام هم يطالعون فيه يشوفون ملامح يشوفون، وهو يعطيهم ظهره ويروح يمشي يسحب رمحه، شيء لا يوصف من ضخامته. هم يرجعون كلهم يعدون للشيبان الحاره ويعلمونهم، قالوا احنا لقينا الرجال هذا وصفه وهذا شكله وهذا عرضه، من بعيد ما تدري هو رايح ولا جاي، شيء عظيم. قال واحد منهم جاء هلال ابن الاسعر، هذا هلال والله انه وصف. قالوا ايش تعرف هلال؟ قال وهم ياخذون سيوفهم ياخذون معهم. قالوا خلنا نلحقه. قالوا ايش فيه؟ قال هذا لا ياكل ابا عرنا. قالوا كيف ياكل؟ قال هذا ما يسرقها، هذا ياكل البعير هذا. ويدخلون مراعينهم يسكون عليهم وهم يروحون مكان هلال ذا، وراحوا لين وصلوا مكان ابلهم وشافوها. قالوا عدوا عدوا ابلكم، يعدونها لكامله ما اكل شيء هو. قال شوفوا عدوا عيالكم شوفوا كاملين. قالوا ايه. قال واحد فيه اخبار جاينا من الغرب، شوف هو كيده هو رايح يمشي هناك. قال خلوه لا احد يلحقه، هذا شيطان هذا معروف ذا، خلوه يروح. هلال يتيه في الصحراء، هلال ذا كان عنده ابل. هلال دخل على واحد يعني من اثرياء العرب، قال انا بقول لك قصيده عشان تعطيني ابل. فطالع فيه ذا قال حبيبي انا اعطيك ابل، انا اللي اقول فيك قصيده وانا اللي اعطيك الابل، انت لا تقول شيء ابوي هاك يعطيه. روح الله يستر عليك، ولا تكتب شيء ابوي، احنا اللي نكتب فيك وحنا اللي الله يحفظك. واخذ الابل وراح الحاله، هو في الصحراء هو باري يقعد عندها عايش يقتات يعني، مرة يركب البعير ومرة هو اللي يشيل البعير ومرة يعني متعايشين مع بعض. وفي يوم من الأيام وكان هلال ذا عند ابله جالس ومعه رمحه، وحاط الرمحة راكزة في الأرض، وحاط رداءه كساءه حاطه من فوق الرمح علشان يجي تحته عشان الشمس، وبيسوي إنسان مثلنا وكذا وحاطه وجالس عند ابله. وجو أشهر قطعين طرق عرفتهم اليمامة، واحد من بني نهشل واحد من بني فقيم، جايين من البحرين يبون اليمامة متعدين. ومروا قال واحد منهم يا ولد شوف في هذاك كذاك ايش؟ قال ثاني والله خيمه مي بكامله ما كملوها. قال خلنا نشوف. يجون الا هذا حاط رداءه وجاي تحت الرمح. قال واحد منهم يا ولد في حليب، البل في حليب. طلع يده هلال وقال فناقه هذيك روح. شوف قال واحد يا ولد طلع رجله لنا. قال هذه من رجله هذه يده. قال هذه كلها يده. قال والله. قل له انه يروح يحلب انه هو جالس. قال واحد من الحنشه اللي اسمها الهياج
قال يا غلام قم حل بالناقة. يقول الهلال، الهلال جالس وهلال طلع يده مرة ثانية. قال رح شفت الناقة الحمراء هذيك فيها حليب، رح احل بنفسك. والهياج ينزل من حصانه، قال شكلك ما تعرف من أنا. والهياج يلطم هلال كذا على راسه. بيرجع الهياج شوي ويطلع في خوي، قال خوي كفو والله. قال لا والله مو بكفو، لان انا اتوقع ان اللي انا ضربته درع، مو معقول اللي انا ضربته راس ادمي. وهلال يطلع يده كذا من عند كساءه، يطلع يده هو يسحب الهياج يحطه تحت فخذه. والهياج يصيح قتلني ورب الكعبه قتلني. واخوي ما يشوف رجلينا برا تلبس، واخوي فوق الحصان يطلع يقول ايه فكه والله لو انزل. واخوي رعب رعب من اللي سحب الهياج ودافنه دافنه. والهياج الحنشل ذا يصيح لاخوي يقول تكفى افزع تكفى تعال. ذاك يجي ينزل يروح يا اخي رعب، لان ما يدري ايش الانسان ذا اللي قدامه، كيف الانسان ذا مخلوق. هو يجي يرفع الازاره شوي ويطالع يشوف هلال حاط الرجال ذاك تحت فخذه ويطالع فيه هلال. قال الحنشل تصدق انكم براد هنا يا اخي، تحمد ربك انت راك براد، احنا عندنا شمس. هلال يسحبك كذا ويحطه تحت فخذه داخل هنا. هو يبرك عليهم كذا ما يتنفسون اثنين، يبرك عليهم هلال. قال الحياج اسمع انا والله ما ادري من انت، بس تكفى تكفى قل لي انك انت هلال ابن العسر، تكفى عشان ابرد خاطر لاني انا انهنت. قال هلال انا والله هلال ابن العسر. قل لي ابوي اطلع على بطني، خل عشان الناس يقولون اللي اضربه هلال ابن العسر انا معروف كذا. هلال بارك عليهم، يجي واحد يفتح الازار ويطالع فيهم، كلهم ساكتين يطالعون فيه. قال فيه حليب. قال هياج في الناقه الحمراء، تلقى في الناقه الحمراء، نزل الازار ينزل ويروح. فقال الهياج ها هلال فكنا تكفى فكنا والله بعطيك اكل والله. فطالع هلال في خويه، فقال هياج لا يا هلال ما بتاكل خويه، هلال عندي تمر، انا جايب تمر من البحرين خلني بعطيك اياه. قال يلا، هم ينزلوا له تمر وياكل. قالوا ها نروح. قال خلاص روحوا خلوني ياكل من التمر، ما ياكل بلعجب كل شيء ياكله. وراحوا اشهر حنشل ذول يعلمون اهل العراق واهل البصره ان تاريخنا احنا ما قدرنا لهلال، الشخص الوحيد اللي قدر يهزمنا هلال ابن العسر، يتفخرون انهم شافوا الكائن الاسطوري ذا. وفي يوم من الايام كان فيه قوم عند بير يردون لابنهم يحطون ماء لابنهم، فالتفت واحد منهم وشاف ابل جايه تمشي. قال يا جماعه فيه ابل تمشي ما معها راعي. طالع واحد من الشيبان قال لا والله شوف اللي بيمشي بجنب البعير تراه انسان ذا. هو طالع فيه قالوا والله لا اله الا الله يمشي. التفت عليهم الشايب قال من يقدر فيكم؟ شوف اللي قافه رجال جاي بياخذ ماء ما له مشاكل. قال واحد منهم انا اقدر انا اطرح. واحتروا لنجة البل وجاء هلال معها، والناس يطلعون فيه هلال والبل طالع فيه هلال مهيب مهيب مخيف. قال واحد طرحني يا طيب. قال هلال انا والله جاي ارد لباعري ما تعبان والله ماني في الامور هذه مره. قال والله ما ترد لباعرك لين تطرحني. قال هلال اسمع احنا اكبر من العلوم هذه، ولكن شوف لي اكبر بعير واكبر فحل في بعركم ذي كلها، وجيب لي اطيب رجال فيكم، ودخل يد الرجال في فم البعير كارثه. قال لو سويت هذه فانت ما حتسبك في العرب. قال يلا. قالوا اطيب فحل في بعرنا فحل شفه مهيله. وهلال يروح له يقول كنيف بن عبد الله المازني يقول كنت حاضر المشهد. وهلال يروح لاطيب بعير واطيب فحل في بعرنا ويقف عنده، هو يمد يده اليسرى على راس الفحل، هو يرص يقول يوم رص الفحل وعشبه يوم بس بيمد يده اليمنى يقول اعطوني يد اطيب واحد فيكم. يقول الفحل قد يرغي، يقول صاح مو بيرغي صاح عفس صاح قام فحل يا جماعه الخير فحل ابن هلال راسه بيده اليسرى ومادين يده اليمنى. قال يلا اعطوني يد اطيب رجال فيكم يلا. وينقز واحد من الشيبان قال لا احد يعطيه، لا احد يعطيه، اقسم بالله العظيم هذا شيطان، والله ما سمعت فلانا يجرجر، يقصد الفحل هذا، ما سمعت فلانا يجرجر منذ بزل حتى اليوم. يقول ما سمعت الفحل ذا يرغي من يوم ما شقناه به لين اليوم ذا من الشيطان ذا، لا احد يعطيه قوه هائله. فك الفحل، فحل طاح كذا راح في الارض. الفحل كانت تحترم هلب الباقيات ما عاد له هيبه. هذا هلال يروح ياخذ علمه يعرض لباعره، هو كبير في عين باعره من قبل اصلا عارفينه، يعرض لباعره ويروح. هلال الضخم ذا ترى هو سبب ان الناس تحرش فيه، لان الناس كانوا يثبتون شجاعتهم في من يذبح هلال، هو سبب موت هلال. ترى هلال في يوم من الايام كان يرد ماء في ليل ومع قربته، فوصل وفي ناس كانوا جالسين على الماء، فطالع ولا ما يشوفون لين صدره، بس ما يشوفون صدره ويشوفون دين وقربه، فقالوا هذا هلال، هلال ما يحتاج تشوفه شافه. فقام يرد من الماء، فكان واحد من الجالسين واسمه عبيد بن جري، فقال عبيد
تبون يذبح هلال؟ يقولون الناس ان عبيد هو اللي ضرب هلال يذبحه. قال الله ما له داعي يا اخي، من تضرب انت؟ شوف لو ما مات وش بيسوي بك؟ انت مستوعب؟ قال الله ما عليكم. هو يروح هو ياخذ له خشبه كانت المحور حقه البير اللي يحطونها فوق. هو يوصل لهلال وهلال يارد من الماء. هو يرفع الخشبه فوق، هو يهف هلال على راسه. يوم ضرب هلال الضربه ذي اللي تذبح بعير، نطل الخشبه ذي ونحاش. التفت هلال قال معليش، معلي انا ضربت من؟ قالوا لا يا هلال انت مو بنت اللي ضربت، عبيد ضربك بالخشبه في راسك. قال ليه؟ ليه عبيد؟ هو يمسك هلال راسه الدم وكله. قالوا اما انت تصب دم انت؟ طالع فيهم هلال. قال وين عبيد ذا؟ وش ليه يسوي كذا؟ قال عبيد هذا عند ديرته. قال يلا يلا ويروح يلحق عبيد. قال يويل يا ليل عبيد، يقطع عبيد روح ودو هذه ترى مو بانفعالي، مو بذاك اللي. هو يروح القمع عبيد، هو يدخل عليهم البسيوف ومرباحهم كلهم، عبيد وراهم يطلعون فيه. هو قال معليش بس ولدكم ضربني بخشبه، انا ما ادري وش السبب يعني. ممكن تاخذون حقي يعني ولا طلعوها بضربه بيدي، ما ينضرب بخشبه. قالوا يا حبيبي خشبه اشوى من يدك، لا تضربه، ما انت ماخذ ولدنا بسيوفهم. حسبها هلال قال انا بذبح 2-3 بس بيطعنوني واموت. طيب راح عبيد هذا من بني جلان، ودارت الايام ونساء ونزل في بني مالك اللي هم ربع هلال، بس استوعب. قال يا جماعه الخير تكفون، انا جاي بين هلال سالفه استجير في من فيكم؟ قال والله ما يجي لك الا شيخنا معاذ بن جعده. هو يروح يدور معاذ في الخيمه، ما لقى معاذ. هو يستجير في الخيمه، هذا عند العرب انك اذا مسكت طم الخيمه وجلست عندها انت مستجير راعي البيت ذا لين يجي. كذا عبيد ماسك طم الخيمه ما يتلفت، يحتري معاذ يجي. وجاء هلال يمشي وطالع، قال عبيد عبيد طلع فيه تمسك في الخيمه، قال انا مستجير في الخيمه، مستجير لها ثلاث رجل. قال لا ما يا مرحبا مثلا. هلال يروح يدور له خشبه طويله، هلال يقدر يضرب بيده بس هو يدور خشبه طويله ويعاير فيها ويساويها. هو يجي كذا عبيد ما يرتعد ماسك الطم حق الخيمه، وهلال يرفع الخشبه فوق وعلى ارتفاعه، الخشبه كذا يجي اخرها براد ثلج. هو يضربها، انا مو بيضربه ولو اقوى منها. هو يصك على راسه، هو الناس تصيح والعرب تصيح، قالوا اقتلوا دخيل معاذ. هلال يروح يركب حصانه، يوم ركب حصانه وتجي خوله بنت يزيد كبيره سن وتمسك رجله، اي كبيره مره، قالت قتل جارنا والله ما خليك، وماسكت الرجل هذا هلال طالع فيها وطالع في الخشبه في يده. قال يبي يضربها على لحيها، هو يبي يستيب الخشبه عشان يفك لحيها، ويطالع فيها هلال هي متعلقتن في رجله وهي ترتعد اصلا من السكر من غير كبيره. قال يعني بنت عم حتى، او يرفسها كذا تطيح. هو يروح ويجي معاذ يلقى جاره مضروب ومهب ميت بين الحياه والموت، بنت عمه مضروبه. هو يلحق هلال وياخذ معه 19 غلام، 19 رجال متعافين. هم يروحون يحدون هلال في وادي، هم ينزلون. قالوا هلال امشي معنا بنسلمك للناس. قالوا ما تسليم يجيكم بالطيب، ما هي بحاصله. نزل نتضارب، هم ينزلون كلهم في الوادي ويتجمعون عليه، ناس كم ماسكين يده وناس ماسكين رجلينه، وواحد يطمر في صدره. ومعاذ يمسك قال يا اخي انت تضربه في صدره، ايش فيك؟ قال يا اخي وين اضرب؟ كل ما ضربت الا صدر، وكل ما حذفت الا صدر، شوف صدر انت من وين لوين؟ هم يمسكونه، يوم يمسكوا هلال كاسرين في يدينه 5 اصابع وضلعين في صدره، ويده اليسار مكسوره كلها. هم يسحبونه عشان يجيبونه، بس مصيبه ذا. هم يسحبونه 19 رجال يسحبون هلال، جايبينه لين انطلوا عند بني جلان، وقالوا وحده ضرب ولدكم، ولدكم كان دخيل علينا، تصافوا معه. قالوا بيض الله وجهكم. هم يربطون هلال، مربطينه ويحطونه على حصانين هرش كبير. هم ياخذونه لديرته، هم في الطريق لديره بني جلال. يوم جليل وهلال مربط، يقوم واحد منهم يشيك على رباط هلال انه موجود ولا لا، ويلقى الرباط في الارض. هم في ليل، هو يرفع راسه اللي يشوف هلال واقف على سطح القمر يشوفه. هلال ينزل عند ابنه شوي، قال بتعلم يا عمك علي ولا امشي؟ قال ذاك رعب يا جماعه الخير، هلال قد فوقه. قال سمعت، تعرف دائما الرخامه اللي يقولون دائما هو ضده يا عمه؟ قال لي لا ليه؟ قال هذا انا الله يسلمك، رح ربي لا يسمعونك، رح. قال هلال تعجبني، وهلال يروح يسري. اخذته الدنيا وقلبتها الصحاري، والدنيا موقف الا في اليمن، فقص اليمن. هلال تدهورت حالة هلال بعد اليوم ذاك. راح هلال بن الأسعر العملاق الوحيد الحزين ذا، راح لليمن، واستنكروها الناس هناك
فصار كل ما وصل عند قوم طلع منهم واحد ولا اثنين وتجمعوا عليه وضربوه ويضربون هالناس عشان يقولون من ضرب هلال بن الأسعر، من يقدر العلم ناقذه. وكان يطلع من مكان يروح المكان ويطلع من مكان تايح سليما. وكان يقول للقومة بني مازن، بني مازن لا تتركوني فإنني أخوكم وإن جرت مصائبها يدي. يعني تركتوني في غربة، شوف الناس كيف تجمع علي. وسمع في قوم وجو بيضربونه ولقوا هلال منسدح تحت الشجرة تعبان، تعبان من الغربة والضرب والمشاكل والكسور اللي فيه، ميت. يعني مات هلال بن الأسعر من الشقاء ومن التعب اللي مر عليه. حتى أبو عمرو بن العلاء يقول ما رأيت شخص أعظم وأصبر من هلال بن الأسعر. يقول أنا ما شفت هلال حي، يقول أنا شفت هلال ميت. مات هلال بعد مصايب عظيمة مرت على رأسه. انتهت قصتنا يا أخوان عن هلال بن الأسعر، مصادر سوالفنا يا أخوان اليوم عن كتابين. الكتاب الأول الأغاني، الجزء الرابع هلال بن الأسعر، والكتاب الثاني طال عمرك اللي هو قصص العرب. أتوقع أن الجزء الثاني قصة العرب تلقونها قوة وبطش، لا تعرضوا لهذا الشيطان، هلال يصارع، كله موجود هنا. اعذرونا على الإطالة يا جماعة الخير، اعذرونا على القصور، ونشوفكم إن شاء الله في قصة جاية. حفظكم الله في الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا إخوان، وجوابا على أحد الأصدقاء في الخاص، أنا ما عندي جدول محدد للقصص، يعني لا كل 8 أيام 9 أيام 10، يعني تزود وتنقص يعني عشان ما نكثر على الناس. بس أنا ما مرت علي نصيحة مثل نصيحة ماجد فهيد، يعني قابلته في سوق التمر يقول عطنا قصة كل يوم، كل يوم قصة. قلت ما ينفع يا فهيد، قال بدون مصادر، بدون مصادر. أتحرص هذا يغمز ويتلفت يعني لا أحد يشوف، يعني هو كان يبي السر بيني وبينه وأنتم أنتم ملاحظين كلكم. قلت الله يجزاك خير يعني رخصت لي، الله يفرج لك. عيب على ما قيل، ها على ما قلت الدنيا تمشي. محمد قلت الله تشتري تمر، يقول على ذمتك دي ما حد يشتري منك شيء أنت. بس قصتنا بدأت في ليلة من ليالي حروب المسلمين مع الروم. كان القائد مسلم بن عبد الملك جالس في خيمته في معسكر المسلمين، ومستدعي قادة الجيش آخر الليل، جايين وجالسين عنده. ومن يوم مجلسه هو ساكت، هم ساكتين ما يدرون الرجال وش عنده، ويطالعون في بعض. فقال واحد منهم طال عمرك احنا والله ما ودنا نستعجل، كنا نبيك تاخذ وقت، بس وقت متأخر آخر الليل وانت استدعيتنا شوي الوضع يعني فيه توتر، عسى خير. قال له خير ان شاء الله، ان شاء الله انه خير، يعني انا مستدعيكم وباخذ رايكم في شيء انا بسويه. هو شيء تقريبا يعني شوي مجنون، يعني تصرف شوي متهور، يعني وابيكم تشرون علي، يعني هل نقدم عليه ولا لا، ولا وش رايكم؟ قال ابد ابد، سمى بنا عسى خير. قال مسلمة انا ماني بداخل بجيش المسلمين بلاد الروم، جيش المسلمين كبير مره، وان دخلت بلاد الروم وانا ما اعرف ارضهم ولا اعرف جبالهم ولا قلاعهم، نبي نضيع، نبي نندمر. قال حلو، وش تقترح طال عمرك؟ قال انا بصلح كتيبه عسكريه عددهم 10,000 وادخلهم بلاد الروم، يعلمونا كل منطقه يجونها قبل لا نجي حنا، نبرح الطريق لنا، نزين الطريق لنا عشان ما نتصادم حنا وجيوش ما حسبنا حسابها. قالوا طال عمرك بس 10,000 يعني انت بتقضي على 10,000 ذولي؟ لو تكالبوا عليهم جيش الروم انتهوا. قال لي هنا النقطة، هنا النقطة اللي انا جامعكم علشانها، هل تقدرون تجيبوا لي 10,000 وحش، 10,000 محارب من المسلمين، 10,000 لا قبلهم 10,000 ولا بعدهم 10,000؟ قالوا بس هذا اللي انت شايل هم؟ قال لي والله تقدرون تدبروا لي 10,000. قالوا ندبر والله، ان كنا نطالع فيهم الحين طال عمرك قدامنا، عندنا 10,000 مجنون ذولي نعرفهم اساسا بالاسماء موجودين، اغلبهم قطاعين طرق تابوا، ذولي داخلين اساسا بعضهم داخل الجيش لمجرد انه يقتل، يبي شعور انه يروح يدور احد يقتله، موجودين عند اذا انتهت المعركه سحبناهم لانه يطعنون اخوياهم، يعني نسحبهم نفرقهم نربطهم، موجودين عندنا. قال حلو، انا ابي ذولي. قال موجودين. قال طيب اقترحوا لي قائد عليهم. هم يلتفتون كلهم، الواحد جالس في المجلس يطالع فيهم في شنباته، ومسلمة يلتفت معهم ويطالع في القائد. قال القائد يلعب بالخنجر في صابعه كذا، يعني هو كذا مستحي يعني يلعب فيه، يطالع في مسلمة ويتبسم. مسلمة يرجع يطالع في القادة. قال دقيقة، أنتم تقصدون عبد الله البطال؟ قالوا إيه طال عمرك عبد الله البطال. قال حلو، يعني أنا عندي 10,000 مجنون ساطي، وحط قائدهم مجنون ساطي مثلهم اللي هو عبد الله،
يا حبيبي دولي بنمسكهم يتحاربون مع الفايكنج. انت مصحيين غلط قبل طال عمرك. هذا اللي يقدر يقودهم. ما هم يعرفون ذا بس قريب عن انت جامعين القتلة اللي في الجيش كلهم في كتيبة واحدة بنفقد السيطرة. قالوا لا ما عليك طال عمرك والله ما عليك. مسلمة يدري ان البطال وحش. جيوش المسلمين اذا تقابلت مع الروم وشافوا المسلمين ان فرسان الروم كلهم راحوا يسار يدرون ان البطال هو اللي حارب يمين. ما حد يقابله اساسا. فجابه مسلمة وقال اسمع يبو يركز معي. الكتيبة اللي انت فيها استطراحية اكتشاف بس. تشوف المناطق اللي انت حارب فيها، تشوف اذا قدامنا جيش ولا لا، تعد القلاع، ما تتصادم مع احد. الكلام واضح. قال ايه واضح طال عمرك. قال احتمال يطلعوا لك جيوش من عندهم. اذا طلع لك مثلا جيش عمورية طلع تحصن لين يجيك. قال طال عمرك طيب واللي يمسح الجيش قبل لا تجي. ومسلم ما يطالع. قال من اللي اقترح لي اسمه؟ خلني امسح وجهي هنا تكفى، انا ما عاد اقدر اتحمل. فرجع مسلم وقال انا ما اتكلم والله معي يا جماعه الخير، تعالوا كلموها انتم فهموها، انا تعبت. فجو قالوا انت استطلاع، انت ما تحارب احد، ارجوك لا حنا جيش نظامي، علمنا بس حنا نجي نفسحلك. قال واضح، خلاص واضح. يوم جاء من بكره والبطال يجي يقابل عشرة آلاف وحش، سيوفهم واللي معه فاس واللي معه، يوم شافوه قالوا اي البطال نفتح الحين بلاد الروم كله. قال اقل شيء مو بهنا مو بقدامهم. والقاده يطالعون، طالع فيهم البطال قال ما عليه، كل شيء نرسلكم ان شاء الله، حنا استطلاع قريبين هنا نكتشف ونرسلكم. قال حنا ما نتوقع عن هذا السيناريو بس ارجوك تكفى. قال لا تم وراح مشى هو بجيش 10,000. فدخل البطال وحش واللي معه 10,000 كلهم يدخلون بلاد الروم ويشوفون الجبال ويسجلون وهذه ارضيه معركه زينه وهذا، ويمرون ويلقون قلعه فيها جيش، يلقون قلعة فيها جيش، انتظر المصيصة قريب. فجو عند البطال وقالوا في قلعة هنا وفيها جيش وفيها. قال خلاص سجلوها عشان نعلم المسلمين. قالوا طيب ليه ما نعلم المسلمين ان اخذناها؟ قال البطال يا عيال فلكوني بالله من الحاجة، ترى ان انتم سامعينهم يوصون. قال هذه شيء بسيط والله العظيم، يعني هذه فكت ريق يعني بس نثرة الدم يا عيال، عاد انت لا تصير، احنا طالعين نستانس. تعال قال انتم ياه. قالوا بالله تكفى والله، شوف العيال كل يطالع 10,000 كلهم يضحكون، بالله تكفى القلعه. قال يلا ما. فالروم دخلوا قلعتهم وصكوا البيبان ودنيا، لان يتوقعون حصار طبيعي يعني بيحاصرون من برا وبيجي يعني حرب طبيعيه. فكان واحد من جند الروم يصك البوابه، يسحب الحبل، يسحب يوم التفت للبطال يسحب معه الحبل، يسحب قال اربط من يسار ويسحبون البوابه. يلتفت الجندي ذا ويطالع على المسلمين داخل 10,000 ناس حاذفين نفسهم في النهر داخلين معه، وناس من فوق الجدار، وناس هذه حياتهم اساسا، قطعين طرق سابق تابوا الى الله، والحين يبون هذه هوايتهم. قلت دقيقة انتم دخلتوا قبل طال تقريبا، ما كان فيه برا، فيه 200 برا مسلمين، الباقي قد دخلوا كلهم. قال حلو سقطت القلعة. كلهم عم طلعت كذا يا عيال، يعني مرة طلعت الموضوع سهل، فاخذوها المسلمين، خذ البطة السرية ذي وراحوا يتمشون يكتشفون قلعة راحت. فدخل البطال راح في بلاد الروم غاص، طلع من مكان المكان الدنيا يرجون بهالناس، انت شخصيته هناك وش ذا شلادمي ذا شل معه وش الجيوش اللي تخوف ذي. كانوا يرسلون لهم كتايب يقولون بالله شوف كتيبة الاستطلاع اللي يرسلوها المسلمين، يروحون كتايب ما يرجع منهم احد. قلت دقيقة هذي ما بستطلاع، في شي غلط. مسلم بن عبد الملك جالس هناك ينتظر الرسول اللي بيرسله البطال عشان يعلمه الاكتشافات. يوم اخذ له يومين المرسول جاء بحصانه. قال مسلم حلو اخيرا جيت، تعال ويدخل خيمته تعال. فجلس المرسول وفتح مسلم عنده خريطة بلاد الروم وقال مسلم دي اخر استطلاع عندنا، علمني انتم استطلاعكم عليها ايش وش اضفتوا وكيف الارض دي. قال المرسول ايه هذه جيدة للقتال، جيدة للحين اقتل. قال طيب والقلعة دي؟ قال هي القلعة اللي تحت الجبل. قال مسلمة هي؟ قال ايه هذه اخذناها الله يسلمك. قال كيف اخذتها؟ قال هو اكيد يعني ما تفاوضنا مع هلا، احنا حاربناهم واخذناهم. قال حاربتوا؟ قال كانت عفوية يعني ما يدري. ومسلمة هي طالع في القادة اللي عنده، قال القادة مشها طال عمرك مشها. قال حاربوا
حارب وقال مشى طال عمرك سليمين خلاص. فسكت مسلمة شوي والقاعدة يقولون مشها قطي فيه النهر والمرسول يقرب يطالع قال يسلم طال عمرك. قال فيه النهر عليه ثلاث قناع وحدة يمين وثنتين يسار. قال المرسول هي اليمين هذه اللي تفتح شرق اللي معطيها النهر يقفاها. قال ايه قال اخذناها طال عمرك. قال اخذته قال ايه لانهم هم كانوا يطالعون في القلعه القديمه فقلنا احراج ان ناخذ وحده ونخلي ذول يعني. قال مسلم والثنتين اللي وراه قالوا صراحه كنت ناوي اعلمك بكره يعني اخذناها بعد الثنتين اليوم. اذا طلعت برا النهر يجيك جبال يمين فيها قلعه وفيها حصن خلي بالله اكمل لك بكره. قال كمل الحين. قال اخذنا القلعه واخذنا الحصن اللي هنا مسلم هيطالع في المرسول قال انتم ما تحتاجوننا احنا ما حد يحتاجنا احنا ما منا فايده جيش احنا ما كبير ما عندنا. قال الا طال عمرك كيف محشومين لا محشوم الله يسلمك. قال لا تعال حكمونا. قال لا محشوم ما لنا رغبه محشومنا. قال مسلمة طيب انتم وينكم في الخريطه دي الحين وينكم وين موقعكم؟ والمرسول طالع قال هو الحقيقه احنا ما نفس الخريطه اللي عندك دي مره يعني احنا لو يحط اصبعه برا على الفرشه هناك احنا هنا احنا محاصرين لنا قلعه هنا. كمان سلام انتم وصلتوا هناك انتم انتم في خريطتنا اللي احنا نحارب. قال لا احنا خلصنا من احنا هناك بس عاد يعني اقول نرجع. قال لا روحوا انزل وراكم اطلعوا روحوا للبحر خلاص احنا بنرجع للشام. فرجع المرسول للبطال قال بطل ها وش يقول مسلم؟ قال يقول كذا صح. قال صح قال صح روح. قال يلا بسم الله. قام يجول في اوروبا يفتح قلاع ويهزم جيوش مخيف اوروبا كلها تتكلم في شجاعته. هو اللي معه كان شجاع بشكل لا يوصف. وجاء يوم من الايام وعسكروا في مكان فقال البطال اخوان ابي سريه بس من 500 شخص يطلعون وينزلون للوادي ذا يكتشفون يشوفون فيها حد ولا لا قبل لا ننزل احنا بكره. تسمعون الاوامر؟ قال اوكي انت القدوه والله طيب. قال يلا انزلوا السريه. اخذوا يومين ثلاثه اربعه ما جو. راحوا يدورونهم البطال واللي معي يدورون السريه ما لقوهم. فدورهم البطال دورهم ما لقاهم ورجع لاخوياه قال ولد ذولي يطلعون يا ذولي في ذمتي يا عيال انتم ايش فيكم؟ قال يمكن اسروهم الروم يا اخي. قال اذا اسروهم الروم وين يودونهم؟ قال يودون معموريه حتى خلاص يعني انتهى الموضوع. قال طيب يوم رقد الجيش يسمعون خرفشه يقومون لا البطال متلطم راكب حصانه. قال وين؟ قال العموريه. قال ايش؟ قال بروح العموريه وبطلعهم. قال انت عموري جيش المسلمين ما يفتح عموري مسلمة هو الدنيا اللي ورانا كلها ما تفتح عموري انت شفيك؟ قال خلوكم هنا. قالوا بعد خلوكم هنا؟ قالوا والله ما حد يروح ذيك انت بموت الحالي خليك هنا لا حد تحرك راقب المكان انت اذا ما جيتكم بكرة حط لكم قائد. قالوا للجنود طيب طال عمرك قبل لا تمشي فيه واحد من اخويانا اشوف راقد قدامك استشيره وبيعلمك كيف تدخل عموري. قال طيب ويمر يقومه البطال ينفسه ويقوم ذاك بعينه قسم طال عمرك. قال انا رايح ابدخل عموريه كيف؟ قال شوف طال عمرك انت يمكن ما حد قالك انت مره اوفر يعني على الشيء اللي قاعد تسويه يعني بس اذا انت بتدخل عموريه انت شكلك الخارجي يشبه سياف الملك كل الجنود اللي نمسكهم من الروم يقولونه. قل انا سياف الملك يعني مضبطت معكم مضبطت. قال طيب وما ضبطت وش اسوي بك؟ قال صراحه ما عندك تسوي شيء يعني لما ضبطتهم بقصوا راسك على البوابه بس حاول. قال يلا البطال يدق لطمته هو يروح العمورية. فراح البطال اللي نوقف عند بوابات حصن عمورية وجوه الجنود قالوا معلش أنت من؟ قال أنا سياف الملك ليون جاي من القسطنطينية قبل أنت من الحين وقبل السنة البوابة ذي ولا ما عليها أحد. والجنود يطلعون قالوا فيه عنده قال فيه اثنين ثلاثة أنت شايف المسلمين وش يبعدون عنك؟ كثر يا الجنود ناد تعال ناد الدبلة خليك واقف عند البوابة ذي. قال سم ويوقف هنا. قالوا من فيه؟ ما في داخل. قالوا فيها البطريق موجود الحين هم بطريقة الروم النبلاء. قالوا عنده احد؟ قال لي تقريبا عنده. قال طلع اللي عنده بسرعه وقال بيجيك سياف الملك. قال بس ما اعطانا خبر الملك. قال من انت يا تافه؟ من انت يا تافه؟ يوم نستاذن منك ونعطيك خبر من انت؟ قال ما انا تافه طبعا ادخل بس
طريق يا هاي دوم يوخرون طريق وهو يدخل رايح ويعلمونا بطريق وهو يجلس يحتريه اللي البطريق اسمع البطال وهو جاي في الطريق اسمع البطال وصوته مرتفع يسب الناس البطال ده تعزيزات أمنية سيئة وش الاستهتار ده بوابات ما عليه أحد وإذا سقطت عمورية قلنا المسلمين هم الأقوياء قسما بالله شيء مستفز ويسمع الصوت يقرب يقرب لين دخل البطال على البطريق ودخل عليهم البطال قال البطال هاي قالوا هاي يا مرحب قال استريح طال عمرك استريح وهو يجي وهو يجلس البطال ضايق قال البطريق ترانا حنا مستعدين بس قطع تكفى لا تكلم تكلمني في الموضوع ذا وانا الموضوع خلاص انا انتهى عندي انا عارف اتفاهم مع الملك في النقطة دي قال ابشر البطال يلتفت قال ليه فيه ناس جالسين هنا قال البطريق الحين يقومون اطلع برا يا يلا يلا يطلعهم برا صك الباب صك الباب سكون الباب والبطريق يلتفت على البطال كما لو علمنا الملك بس انك بتجي قال علمك انت بتكون تافه نفس اللي تحت قال لا طال عمرك انا سمعت التافه اللي تحت بس عشان نستقبلك زين بس هيوم ضمن البطال ان مجلس فاضي نطلع كلهم والبطال يطلع سيفه ويحطه على الطاوله والبطريق طالع قال سيف جميل قال البطال جميل يقرب البطريق يقرا ايش مكتوب هنا على القبضه دي حق سيف قال طيب مكتوب الله اكبر قال سلام هادي دي قال البطريق الله اكبر هذا فخر للمسلمين قال لا مو فخر للمسلمين قال حلو انت ما انت بسيف الملك صح قال لا والله ما بسيف قال حلو حلو قال بطال ما عرفتني قال بطريق لا قال بطال من اللي يشبه سياف الملك قال بطريق ما بيقول قال لا قال ما بتكفى قال لا والله تقول قال بطال قال انا البطال طلعنا كلنا تافهين قال بطال اي والله قال طلع ياخذ السيف ما هو بحده بجنبه هو يضربها على راسه ما يبي يقتله هو صكه على راسه بالسيف الناس اسمهم صوت برا بس ما حد يتخذ سيافة الملكة يمكن طاح سيفه وضربه والبطريق يطيح قال طيب دقيقة انت خلنا بالحين قال احنا جايين نتفاهم انا ما صدقني انا ما في نيتي اني اقتلك حاليا بس انت ممكن تجبر قال انا جاي اسال عن 500 رجال وينهم بس وماشي ما ابي منك شيء قال 500 اعرف والله اعرف وينهم 500 دخلوا الوادي وطلعوا من الوادي وغنموا اخذوا لهم غنايم وكملوا وما حد رجعوا بس انا ادري انهم في الطريق راجعين لكم الحين وهم في الطريق الحين وانت قاعد تكلمني ما حتى اعترضهم ما حد جاهم قال غنموا وكملوا هم ذكروني بتصرفات وانا ربيتهم غلط قال البطال اسمع انا ما دخلت الحالي ترى قال كيف انا قال انا داخل انا مجموعة مسلمين كلنا زابنين في القلعة هنا انا بطلع الحين ان سمعت صوتك رجع لك لو اخر واحد فيهم وقص راسك ومات علمتك قال والله ما يجيك شيء بس انت اطلع قال بطل طلع البطال ولقى الجنود قال وش تسيب ذا وراكم بوابة ست كم عليها قال يلا انت احرك وين انت تعرف عبوب اربعة رجع وراح وركب حصانه وطلع من القلعة وطلع عليه قال انا اللي اروح لاخوياي اخاف يراقبوني الحين فراح عطى جانب ثاني دخل في بلاد الروم الحالة الحين والحالة الحين صدق حياته في خطر ما عادوا مع المسلمين راح ضرب جانب ثاني في رجال فسر من عندهم البطال في بلاد الروم الحالة ما يبي يرجع لأخوياه عشان ما يدلهم عليهم فيوم طلع عليها الفجر اللي هو عند بستان فبدأ ياخذ البقل الحبوب حقت البازيلا والفاصوليا وياكل ياكل منها ياكل ذا بحجوع ما يدري شو يسوي فركب حصانه ومشى ألا الشر يوم شب عليه في بطنه الألم اللي بغي يغمى عليه من قوة الألم في بطنه فتمسك بحصانه عشان بس ما يطيح عشان ما تخرق قواه لأنه لو طاح حصانه من الألم ما يقدر يركب فمرة يصحى ومرة يغيبه ومرة ألم غير طبيعي في بطنه وراح بحصانه فتمسك بحصانه هو من الألم والتعب ما عاد يبي لو طحت عن حصاني والله ما عاد أركب فتمسك فيه لا يدري مرة يصحى ومرة يغيب عن الوعي ما يدري لين سمع صوت حافير حصانه على بلاط فيوم فتح عينه الحصان مدخله دير فيه رهبان وراهبات ودنيا يعني
أخي اسمه كان ممكن يصير فيها بطال. ما عاد في ده طوقة، فمال عن حصانه وطاح في الأرض. فتجمع الراهبات عليه، شوفون إيش العلة ذا وش الادمي الكبير ذا طايح بجنب حصانه. فعدلوا قلبوا وجهه، ما يعرفونه، ما يدرون وش الوجه ذا غريب. وفتح عينه طالع فيهم الراهبات كلهن شقر وبيض ودني ما أدري. رجع أغمى عليه، فأسحبنه، سحبنه كلهن، سحبنه وحطنه على سرير. وقام يغسل وجهه، يعطونه أكل ويعطونه من العلاجات اللي عنده، ما يدرون وش علته هو، وهم طايح على السرير. مرة يصحى ومرة يغيب عن الوعي، ما هم ما يدرون ذا البطال، ما يدرون ذا كارثة أوروبا ذا اللي مسدح عندهم. فقالوا الراهبات احنا ما نقدر نخليه في الدير عندنا هنا. فكانت في وحدة ساكنة في بيت بجنبهم بجنب الدير، هي وخواتها. فقالت خلاص عطوني عندي، مي براهبة، قالت عطوه عندي انا ارعاه وانا اشوف ايش وضعه. فحطوه عندها في سرير، وبدت هي يعني تتوكله وتشربه وتشوف حرارته اذا ارتفعت. وهو مره يصحى ومره يغمى عليه، طالع في العله ذا الرجال الكبير رجلينه طالعه برا السرير شوي، وسيفه طول رجال بجنبه. ما تدري وش الادمي ذا، بس انها ترعاه. فيوم جاء اليوم الثالث، هو طايح عندي وخواتها في البيت، هو يفتح عينه يصحصح الحين تعافى شوي، الا الشقره اللي عيونها زرق طالع فيه هو يطالع فيها. قال معليش انت من؟ قلت له سؤالك ذا مره يعني مره غلط، يعني انت اللي من؟ قال برضو سؤالك ذا غلط يعني ما راح تصدق الاجابه. قال يعني عموما شكرا على رعايتك الطيبه هذي. فقام يلا يمشي تعكز، لين اخذ له دنانير ذهب جاء وحطها على الطاوله. رجعت لي واخذ دنانير ذهب ردتها في حزامه، قالت انت نام بس نام الليله ريح نام يعني، وبكره اذا حسيت انك نشيط راح توكل على الله. ما يقدر يقول بيض الله وجهك يعني ما عاد بناقص بياض. رجع وانسدح. يوم غبت الشمس الا هو يسمع كلام وبرا صياح ودنيا، والحرمه تحاول انها تمنع الرجال لا يدخل، وهي تدخل عليه وتسك الباب وراها. قالت تكفى ارجوك، انا ادري انك سمعت الصوت والكلام، تكفى لا تطلع، تكفى هم في جنود بس يعني، ومعهم واحد من بطارقه الروم بيمشون، والله انا قايل لهم ما في احد ارجوك. هو ياخذ سيفه يتكي عليه، قالت تكفى تكفى. قال كم عددهم؟ قالت خمسه. انت مره تعبان، انت مره مرهق، اذا كان لي جميل بس الايام اللي سويتها علشانك دي اقعد لا تصادمهم. قال طيب اذا حاولوا يدخلون لا تمنعينهم، خليهم يدخلون هنا. فقعد على السرير وسيفه في حضنه ورا الباب يحتريهم يدخلون. بقايا الطاقة ذي اللي فيه بيذبح اثنين ثلاثة يعني وبيموت، او فلو الخير على البطال يعني. فقعد وابطوا وسروا ما دخلوا عليه. فدخلنا الخوات كلهن يبكن. فقال شو السالفة؟ قالت ان هذا اساسا يبتزنا من زمان علشان يتزوج اختي فلانة، مهيب اللي ترعاه وحدة. فتعبنا مرة وحنا ودنا بس لو نقدر نوصل لابونا. قال ابوكم وين؟ قالت ما بيبعد ستة فراسخ قريب هنا مرة. قال هو يبتزكم دايم، قال دايم كل اسبوع يجينا، كل اسبوع يبتزنا، بس خلاص يعني الحين افتكينا منه. فقال حلو سبحان اللي رزقنا رد الجميل. الحين هو يروح ويركب حصانه، هي تمسك الجام حصانه. قالت تكفى تكفى والله بيقتلونك، كنت شوف بطنك قروحك شوف حالتك، تكفى لا تروح. قال خليني بنت الاجواد معه. قالت انت تعرف تقاتل اساسا يعني تعرف شوي بس ما في مشكله. قال هو يضرب حصانه، هو يروح يقول فشددت عليهم شده فانفرجوا عنه. يقول يوم وصلهم شد عليهم يصيح انها بطال. يقول فانفرجوا عنه، يقول فصمت راسه يعني راسه، اخذته معي بالسيف على الفرس، حطيت على الفرس صمت راسه على الفرس يعني حطيت راسه معي على الفرس. يقول يوم اخذت راسه وانا شفت على الباقيين الا ما معي احد، وين الخمس وينكم طيب افزعوا له وراحوا. يقول له هذا راسه معي على الفرس، يقول وانا ارجع للدير. فرجع للبنات يحترن عند الباب، هو يحذف راس البطريق. قال اتوقع كذا تسوينها يعني، انتم تجملتوا وانا تجملت، يلا سلام عليكم. قلت انا ماني بسائله كيف سويت انت ذا، بس انت تدري يوم بيرجعون الجنود بيقتلونا، بيقتلوني انا وخواتي. قال اها عندكم حصان؟ قالتي. قال طيب انت اركبي وراي وخلي خواتك يركبون على الحصان. يلا مشينا، ابوك كان يبعد ست فراسخ
الطريق مو بآمن، الطريق مو بآمن، يمكن يطلعون ناس من المسلمين ولا يطلع لنا قطع طرق ولا شيء. ما تحمينا لحالك. قال انا البطال، انا الله ايش غلت، انا ما كنت ابي اتكلم. وهي تسكت، خواتها يسكتن. قال امشوا، اتمنى الموضوع ذا يبقى بيننا لين ننزل عند ابوك، الله يرحم والدينك وامشي. فوداها لابوها هي وخواتها، يوم نزلها ابوها طلع معها اخوان ودنيا وطلعوا يستقبلونها. فقالت ابوي تدري ذا من؟ ذا البطال. ابوها يطالع واخوانها ودنيا يمين ويساره. البطال يلتفت يدور معهم. قالوا انت البطال، انت هي اللي تقصد كان. قالوا رجع البطل، رجع، ما كان هذا اتفاقنا والله. قلت ابوي تكفى ويتعلم هالسالفه كلها. قال ابوها تبى السلامه، تزوجها عشان نقول ناسبنا وخلصنا وحنا نحميك لين نطلعك من هنا. فطالع البطال قال يا ابوي انت شكلها شقرة عيونها الزرق، وانا اشوف شكلي عيالنا بيطلعون قليتش، انت مره ما قال ابوها لازم عشان اي شاعه تطلع يمين ويسار انك انت بطال ينفيها انك متزوج بنتي. نقول لا البطال بيتزوجنا، انا قلطتهم كلهم ركبوا معه، بيتزوج بنتنا. قال انا والله ما عندي مشكله، بالعكس تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني انت موافقه؟ قلت انا موافقه. قالت بس ترى بتروحين معي. قالت انا زوجتك تمام. فرجع بها البطال للجيش، بطال رايح من عند معموريه وراجع مع الشقره عيونها الزرق. قالوا اي كلنا نروح عموريه اليوم، كلنا ماشيين الحين. قال اي انت فاهمين غلط، سالفه طويله يا اخوان، بس هذه زوجتي يعني، وهذه خيمتنا هناك وهذه الدنيا خلاص. فاستمر البطال يحارب الروم وانتصارات والمسلمين متقدمين واسمه معروف في اوروبا، وهم تزوج الروميه ومنها عيال. لين يوم من الايام كان جالس مع الروميه وجاء ابوها وقال اسمع انا جايك اعلمك خبر، ليون ملك الروم جاي من القسطنطينيه مع 100,000، انتبه انت ابوه تكفون، ترى واصلكم قريب. عاني على الروميه وجاء ابوها وقال اسمع انا جايك اعلمك خبر، ليون ملك الروم جاي من القسطنطينيه مع 100,000، انتبه انت ابوه تكفون، ترى واصلكم قريب، عاني علمتك. والبطال يطلع من الخيمه يعدي الارض ولا السماء ويركب حصانه ويروح الملك بن شبيب قائد جيش المسلمين وقتها. قال ارجع تحصن، ليون جاي مع 100,000. قال مالك بن شبيب ما نبراجعين، انا ما ادري عن صدق المعلومه دي. قال يا ادمي فيني معلميني. قال معلم كرومي وش درانا. قال ارجع تكفى لين يجي هشام، لين يقرب علينا بس هشام ويجينا دعم، ارجع. قال والله لا اطلع. وبالفعل كلها يومين ويجي ليون مع 100,000، وهو يتصادم جيش المسلمين ويقتل عدد هائل، وكان البطال معهم في المعركه يقتل، وكان المسلمين يعلمون بعض، يقول لا احد ينادي البطال باسمه، لا احد يقول البطال، لان الروم لو دروا ان ذا البطال ميلوا عليه كلهم. وكان البطال بين جيوشهم يقاتل مستبسل في المعركة استبسال لا يوصف. وخطى واحد من المسلمين وراء، قال يا البطال يمين ناداه، ثم ذكر سكت. يلتفت لها البطال يطالع فيه، البطال ينزل سيفه، المسلمين باقين يطالعون. حسبك الله ونعمك. يوم اسمع الروم عند البطال هم يميلون عليه بخيولهم وسيوفهم ورماحهم، شيء ما عاد يقدر يوصف، شيء جاه هائل. فرد بسيفه اللي يقدر عليه وحاول، وجو المسلمين ويحاولون يدافعون بس عنه، شالوه برماحهم شيل من على الارض شالوه. فطاح بين المسلمين يغطون عليه عشان كله جروح وكله طعن وكله. بعد كلمه ذا يوم ناداه فالمعركه ويحاولون يسحبونها المسلمين ورا. فقام البطال يتعكز وكله جروح، وراح الواحد من القادة وقال انسحبوا الحصن السنادة لين يجيكم الأمير سليمان بن هشام، وإذا سألوا مقدمة الجيش وين هي أنا قلوا في مؤخرة الجيش، وإذا سألوا مؤخرة الجيش وين البطال قلوا في المقدمة، روحوا علشان الناس يمشون معكم. قال طيب وانت؟ قال رح يا شيخ رح. هم يصيحون، فالناس يصيحون انسحبوا الحصن السنادة، انسحبوا. فراحوا الناس انسحبوا، وثبتوا ناس مع البطال دروا ان البطال مهم منسحب، وهو عارفهم من شلة هالريجي اللي هو خابرهم. فانسحبوا الجيش كلهم، وكانوا يسألون اللي في المقدمة يقول بطال وين، يقولون ورا روحوا، واللي ورا يسألون يقولون بطال وين، يقول قدام روحوا بس. وراحوا يوم وصلوا حصن السنادة يدورون البطال المهم موجود. البطال قعد ثبت
هو عدد بسيط علشان ليون وجيشه ما يلحقون المسلمين. استبسل البطال في القتال هو اللي معه كلهم. هم كانوا يدرون هم ميتين ميتين، بس احنا نعطي وقت لاخويانا علشان يوصلون الحصن ويعيشون. البطال اللي صاحب المقولة الشهيرة يقول الشجاعة صبر وساعة، يقول صبر في المعارك دي هذه الشجاعة. فطاح ما عاد قدر، خلاص ماتوا اللي معه، اغلبهم كلهم ماتوا. فطاحوا بجراحة. فجاء ليون، لين وقف عليه يطالع فيه، ليون اللي يسمع بشجاعته ومعجب في شجاعته بشكل عظيم. فقال له وش فيك يا ابو يحيى؟ البطال كنا ابو يحيى وكنا ابو محمد. قال وش فيك يا ابو يحيى؟ قال البطال هكذا يموت الابطال. فطالع ليون فاللي معه قال اسعفوه. فجوا الاطباء يحاولون يسعفونه، قالوا جراحه قاتله ما نقدر. قال ليون وش تبي يا البطال؟ قال ابي بقايا المسلمين الحيين بس يدفنوني ويصلون علي. قال ليون تم. ومات البطال سبة جراحه والطعون اللي فيه في مكانه. دفنوه المسلمين الموجودين من الاسرى وصلوا عليه. ولحق الامير سليمان بن هشام وانحاش ليون وجيشه وتحصنوا في القسطنطينيه، ولكن مات البطال واللي معه. ولم تهمل على البطال عين. هناك بعبره تشفي الهيام عشيه تباشر الاهوال صبرا بخيل تخرق الجيش اللهام. يكر عليهم بالخيل طعنا وضربا يقتل البطل الهمام. إذا ما خيله حملت عليهم تداعوا من مخافته انهزاما. اعذرونا على الإطالة يا جماعة الخير، هذا أظن قصة طويلة مرة، اعذرونا على الإطالة أمغير عشان يبطيت عنكم فليناها في السوالف. مصادر سوالفني أخوان من كتاب تاريخ دمشق الجزء 33 والبداية والنهاية. أشوفكم على خير في أمان الله. السلام عليكم، مساكم بخير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان، هو مو بقصة، هو مجموعة قصص يعني حول حدث واحد يعني. لا إله إلا الله، هذا الرعد سبحان الله ما شاء الله. يعني طلعت كل الأذكار اللي أعرفها. إخوانا في بداية السنوات ما لها أي علاقة في الخوف، يعني أنا مستغرب من كلامكم، هي فقط ردة فعل، يعني واحد سمع صوتي يلتفت، ما تقدر تصنف الشجاعة فيها يا الغالي، ولا لها دخل قصة الأبطال الشجعان اللي أنا أقولها، إنك تيجي تحاسبني اللي أنا أقول قصة شجعان وألتفت يوم أسمع صوت برك، صوت برك لا، واضح إني منضغط، واضح إنكم ضاغطيني. الموضوع اللي بنتكلم عنها اليوم يا جماعة الخير هو الكرمة الكرماء وقصصهم اللي صارت في الجزيرة العربية. يعني قالوا العرب ان اللي يعطي البعض ويمسك البعض هذي يسمونه سخي، هذا شيء عظيم. طيب اللي يعطي الكثير ويمسك القليل هذي يسمونه جواد. اللي بنتكلم عنهم اليوم وقصصهم اللي صارت هذا والله لا سخي ولا جواد ولا شيء فوق، شيء فوق الوصف. حاتم الطايب راح نذكره، يعني حاتم شيء لا يعرف، يعني حاتم اسم تعدى كونه اسم فأصبح صفة للكرم. إذا بغيت تمدح فلان إنه كريم تقول فلان حاتمي، خلاص انتهى. يعني لو تطلع تسأل أي واحد في الشارع قصة حاتم هل كلها، فنبي نسترسل في الباقي إن شاء الله. في يوم من الأيام جسوا العرب عند قيس بن سعد. قيس من كرماء العرب معروف اللي فيه دم وبله. فقالوا قيس اترك سوالفك أنت عن الكرم، إحنا عارفينك. قد قابلت يا قيس واحد أكرم منك؟ قال لي والله قد قابلته. قالوا حدثنا عنه. قال لي يا جماعة الخير قد طلعت أنا وأخوياي على خيولنا، يقولوا جانا مطر وهواء قوي ولا ندري وين نروح. يقول فلقينا أن خيمة عرابي، خيمة فقير بسيط. يقول قلنا يا ولد سلام عليكم. قال يا هلا مرحبا. ويقول يا خم خيولنا ويربط عندي، يقول يا مخذ خيولنا يا هلا مرحبا ويقلطنا عنده. يقول الله خيمة رثة وحاتن، يقول عندها بعر بسيط تجي تستعمل ثمان شيء فقر. يقول يوم جلسنا عنده قلنا أنا التفت على أخوياي قلت لا نكلف على الرجال، تكفون يا خلنا بس لين هذا المطر ونطلع. والله شوفوا الحاله يعني. يقول يجينا يا مرحبا ومسهلا، يقول يا مرحبا ومسهلا ويجلس. قلنا احنا في وجه الله من الكلافه، بالله تكفى لا تكلف على امرك، اذا في تمر وما عطنا ترى مالنا والله مالنا في العشاء. قال ايه ما يخالف، هو يحد السكين يحدها ابشروا. قلنا يا ابن جوي. قال ايه تمر وما وهو يحد السكين. يا مره تمر وما؟ قلنا يا ادم انت ايش تسوي انت؟ هو يطلع هو يروح يتمنى البل المطر ينحارها، هو يجي ويقطعه ويضبطهم يركبون العشاء. كنا طالع ساكتين لا حول ولا قوة، عنا كلفنا على الرجال يضبط العشاء أول ليلة. يقول حنا نتعشى حنا نعيم من الله خير ونسولف. يقول المطر عيه وقف. قال ارقدوا واليومكم أصبحتوا ومشوا مطر. يقول قلنا يلا وحنا نرقد. يقول يوم قمنا من بكرة هلا مطر، وحنا نطالع فيه اللي هو يحد السكين. كنا شو تسوي؟ قال واحد ما يحد سكينة. كنا لابس يعني ويش هو يطلع للبل
انقصت اللي صارت 9 صارت 8 طالع رايح. قلنا يا رجل انت ذابح وحده امس عش طيب غدنا منها. قال انا ما غدي طيب من عشان بايت. هو طلعت على امرك وين حرف ثانيه لا اله الا الله. قلنا يا رجل خاف ربك. قال وزعتها اللحم اللي راح البارح وزعته والله على جيراني هذه وحده ثانيه. طال عمرك هو ينحرها ويضبط له ما الغداء. يقول احنا نتغدى ونقعد نحتري المطر ما وقف المطر يوم جليله اللي هو يحط سكينه. قلنا تكفى اي ما خالف. قلنا طيب اللحم حق الغداء. قال قد وزعته والله. هو يطلع هو ينحر وحده هو يجيبها يسحبها لا اله الا الله. قلنا يا رجل هذا وش. يقول احنا نتعشى عندك. قلنا ابن جوات عقل ترك ما تعرفنا ولا نعرفك ولا خلاص. قال لا خلاص. يقول احنا نرقد علشان اذا جاء الصبح بنطلع نمشي. يقول يوم جت بدري الصبح كذا يقول في دبكه واخبار. فتحت عيني ورفعتها لو يعدي ورا الناقه بسكينه. يا ولد امسك البزر ذا واحد ياخذ السكين منه يروح يعدي وينحرها ويجيبها. مرحبا مسهلا يا مرحبا مسهلا. يقول يحطها للغداء. احنا نطالع. قلت تغدينا. يوم جينا نمشي واخويا التفتون علي قال يا ولد كلفنا على الرجال. قلنا خلاص بنسوي حركه. يقول احنا نرفع وحده من المخد ونحط 200 دينار ذهب نحطها تحت المخده. قلنا اكرمك الله. قال يا مرحبا مسهلا اعذرونا على القصور. قلنا يا اخوي اخر طمك خلي قصور 4 نياق. يلا يقول احنا نمشي رايحين. احنا حطينا الدراهم تحت هذه ورحنا وخليناها. يقول يوم اخذنا شوي وحنا نمشي الا نسمع صوت رجال ورانا يصيح. احنا نلتفت الا هو جاينا على بعيره الارض يدبك الارض طاير رايح. يقول يوم وصلنا هو ينزل برمحه. قال يا لي ام تعطوني ثمن قراي تعطوني قيمه اضيافتي للرجال. كنا يا ابن الجواد احنا كلفنا. قال من اللي حط الفلوس. يقول رمحه في يده. من اللي حط الدراهم تحت. يقول كل واحد طالع في الثاني. قال يا اخي معها 200 دينار. قلت ابونها في وجه من؟ قلنا في وجه ذا. هو حذفها في وجهه. لا بارك الله فيكم. هو يرجع. هو كان بامكانه ياخذها ذي ويعيش حياه كريمه وذهب ولكن كرامه النفس العربيه كرامه العربي. هو يرجع يقول والله العظيم انه اكرم من راينا ولا ندري من هو. الاشعث في يوم من الايام ارسل الى عدي بن حاتم. قال يا عدي عندي ضيفه وبي قدور عطني قدور. قال عدي ابشر. ارسل لي عدي القدور مليانه ذهب. قال ليش يا غالي انا ابي القدور بس. قال اي والله احنا قدورنا ما نعيرها فارغه. ابو سهل الصعلوكي من كرماء العرب كان اذا جاء بيعطي واحد النير ذهب يحطها على الارض ويقول خذها من الارض. يقول لان الدنيا احقر من ان يدي تجي فوق يدك. هما يده يعطيها فلوس الدراهم تجي يد ذاك تحت. يقول واليد العليا خير من يد السفلى فاخذها والله من الارض. طبعا هذه لا تسويها في وقتها ان حد جاب ياخذ منك فلوس تنطلع على الارض لان بيجلدك والله ولا يمديك تشرح له ان اليد العليا ما يمديك والله تو ليت يعني. وواحد من العرب كان جالس وحرمته ويتعشون وطق الباب عليهم واحد ففتح الباب وقام يهرج شوي ثم رجع واخذ له صره ذهب وطلع وعطاها اللي عند الباب. يوم اخذ شوي هو يرجع ويجلس مع حرمته الدموع مبللت لحيته. قالت حرمته انت تبكي عشان اخذ الذهب يعني ان شاء الله يعوضنا الله. قال لا ايش البكاء السطحي ذا؟ انا ابكي ان خوي ما كنت ادري عن حالته وهو محتاج لين جا اليوم اللي طق الباب علي فيه وياخذ ذهب. وابن ساعده كان من كرماء العرب معروف ومرض وقعد فراشه ما حد زاوره فاستغرب فالتفت على الغلام اللي عنده وقال يا غلام الناس اليوم ما تزورني انا قصرت على الناس في شيء والله لان كل ما املك اعطي الناس. قال ان هذه المشكله الله يجزاك خير الناس كلها ماخذين منك فلوس ومستحين انهم ما رجعوها لك فهذا اللي يمنعهم. قال اخز الله مالا يمنع الرجال عن الزياره اطلع صحف الناس قل لي عنده فلوس لابن سعيد تراه منها في حل تراني مسامح. طلع الغلام للسوق وصاح يا جماعه الخير كسرت عتبه بابه من كثره الناس ولا صلح العتبه خل عتبات بابه مكسورة دليل على كرمه وزيارة الناس له أمثل والدنيا كلهم كانوا مستحيين منه. كانوا يا جماعة الخير ذولي ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر يعني. عبد الله بن جعفر قد دخل عليه يزيد بن معاوية يزيد كان أمير المؤمنين وقتها فقال له يزيد عبد الله كم كان يعطيك أمير المؤمنين معاوية؟ قال كان يعطيني رحمه الله 1000 يعني يعطيه مليون الحالة. فقال يزيد زدناك لترحمك عليه 1000 أعطاه 2 مليون. قال عبد الله بن جعفر جعلت في ذاك يا أمير المؤمنين. قال يزيد علشان هذه زدناك 1000 فصار 3 مليون. فأخذها عبد الله بن جعفر وطلع. فقال ولي في المجلس عند يزيد حساد
قالوا تعطي 3 مليون، يعني تعطي الرقم الكبير ذا رجال واحد. طالع فيهم يزيد وضحك، قال والله ما عطيتها رجالا واحد، والله اني عطيتها كلها للمدينة. راح عبد الله بن جعفر المدينة، اجتمع مع الناس، وش عندك دين هاك يا مزرعة اشتر يا روح اقضي حوائج الناس. وكمل شهر واحد الا عبد الله بن جعفر مديون 3 مليون وزعها على المدينة. وكانوا الكرماء ذولي يفرحون بالناس، يفرحون بالناس اللي يجون ياخذون منهم. ابن عباس رضي الله عنه كان جالس هو غلامه ويسولفون، وجاهم رجال وقال ابن عباس، قال ابن عباس سم، قال انا اطلبك معروف. قال ابن عباس سم ما امرني. قال مره يعني كنت اشرب انت من بير زمزم وغلامك ذاك كان يصب لك من الماء من البير، وجيت انا وغطيت الشمس عنك بردائي. قال له غلام لا والله لا يا شيخ يا اخي. قال ابن عباس هو طالع في ابن عباس قال لي والله معروف يا معروف عظيم بعد يا غلام كم معك؟ قال غلام من جد قال لي كم معك اخلص. طلع سره قال معي 200 دينار و10000 فضه حق طريقنا حق سفرنا. قال اعطيه اياه، هو ياخذون الدراهم ذي كلهم يعطونه اياه. قال ابن عباس والله ولا اراها في حقك بعد. اخذ هذاك وراح. ابن عباس قد جته هدايا من معاويه امير المؤمنين، اواني ذهب وفضه، فكان الخادم اللي مرسل امير المؤمنين يشيل الهدايا ويحطها عند ابن عباس، يشيلها ويحطها. يوم خلص طالع الخادم في وحده من اواني الذهب، فطالع في ابن عباس وصد الخادم. قال ابن عباس تعال تعال. هيجي الخادم قال سم، قال نفسك فيها. قال والله انا عادي انا ترى عندنا حنا بس اذا جت ولا. قال خذها شلها معك. قال هذه آنية ذهب، أنت تدري راط بي السنين كلها ما يجيب. قال شيلها معك. قال بيعاقبني معاوية، أنا المفروض أن هدايا دي لك. قال طيب أنا بصد عنك ويعلم على كل الهدايا اللي أنت بيها، كل الأواني الذهب اللي أنت بيها علم عليها بس، حط عليها علامة، وإذا رحت أنا البيت يرسلتها لك كلها. فعلم الخادم على الأواني كلها اللي يبيها، يوم راح البيت أرسلها لابن عباس كلها أواني ذهب. قال الحاجب الحيلة ذي في الكرم أعظم من الكرم نفسه. ابن عباس جاه رجال تعبان وفي طفل مولود صغير، قال تكفى يا ابن عباس. قال وش؟ قال الطفل ذا جابته أمه توفت الله يرحمها، وأنا لي أيام والله ما أدري شو أسوي، ما عندي شيء ما أملك شيء. وابن عباس كان في ضيق ضيق من الرزق مرة الحال يابس تعبان. فقال الغلام رح واشتر جارية للمولود تعتني فيه، وعطى أبوه 200 دينار ذهب، وقال لابوه تكفى اعذرني على القصور انا الليله بطلع اتسلف، تعالي بكره اعطيك تكفى. فطالع فيها الرجال وقال والله، هذه المقوله عاد مشهوره، قال والله لو سبقت حاتما بيوم ما ذكرته العرب. في كرام يا جماعه الخير، جداننا فيهم كرام غير طبيعي، ولا يا جماعه الخير معنا بن زائده، معنا اللي قالت العرب الا زكاه في ماله، ما عاد تجب على ماله زكاه. الشاعر يقول فيها الابيات المشهوره ذي اللي يقول يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا حال حول لم تجب في دياره من المال إلا ذكره وجمائله. تراه إذا ما جئته متهلهلا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد لها انقباضا لم تطيح أنامله. ووصل عاد البيت المشهور اللي تناقله العرب اللي يقول لو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. ومن الحاجات اللي تغضب معا ان الكرماء يحدهم الوقت يروحون يطلبون من الناس لئام، هذا اللي كان غاب معا. والهبيت المشهوره اللي يقول دعيني انهب الاموال حتى اعف الاكرمين عن اللئام، قل والله ما في كريم اطلب واحد لئيم وانا حي. ولا يا جماعه الخير يزيد بن المهلب، ان اصلا العرب قالوا ان اللي فاز بالكرم في وقت بني اميه بن المهلب، واللي فاز به في وقت الدوله العباسيه هم البرامكه. عقيل يقول كنت جالس في مجلس فيه يزيد بن المهلب، يقول ولي في المجلس يوم تعشى واستانس وعاد برا دلجة، وقام يسولفون في الجواري وكل اللي يسولف هذه فلانة جميلة وهذه فلانة تزوجتها وفلانة مدري ايش، كل اللي يسولف يقول انا عزوبي ما معي شيء حتى افتح بيت، يعني ما اقدر اسوي. يقول فطالع فيني يزيد وقال كل الناس تكلموا ولا انت؟ ها يا عقيل قل. يقول قال عقيل افاض القوم في ذكري وجواري، فاما الاعزبون فلم يقولوا. يقول فطالع فيني يزيد يقول خير ان شاء الله. يقول عقيل يوم طلعت من عنده قال له غلامه معي، قال تعال تعال مش معي، قلت انا بروح بيتنا يسار، قال هذا بيتكم الثاني يمين تعال امش. يقول ياخذني يقول احنا ندخل بيت يفتح النفس من كبره، يقول وتجي مره، قلت يا اخي خاف ربك هذا ايش؟ قال هذه ما ملكت يمينك حلال. قلت انت راضيه؟ قالت راضيه.
على سنة الله ورسوله. قلت أنا تزوجت، قال وأنت تزوجت؟ طيب أنا فلوس كيف بنت الأجواد معي كيف أكد يعني فلوس؟ يطلع الغلام قالوا هذي 10,000 سم إيش خلاص أنت ما أنت بعزوبي طال عمرك خلاص ما غادي كل ليلة ترك عزوبي. يزيد قد حلق حلاق، يوم خلص الحلاق هو يطالع في يزيد قال خلصنا طال عمرك خلصنا. قال يزيد ما شاء الله حلاقت زين والله عطوه 5,000. الحلاق المسمع 5,000 شيء كبير ترى في الوقت ذاك. قال الحلاق يا اروح اعلم حرمتي ان استغنينا. ضحك يزيد قال اعطوه 5,000 ثانيه. قال الحلاق حرمتي طالق علي حلقت راس واحد من بعدك. هي حلف الموس ترك الحلاق خلاص. الحجاج قد سجن يزيد بن المهلب عاد في القصه معروف، وسجنه اللي يقول ان عليه خراج قيمته 100,000. فقعد يزيد في السجن ما عنده فلوس، وبدوا الناس يقطون ويجمعون ليزيد لين وصل عنده 100,000 خلاص بيطلع. فجاء الفرس دق وقال للحاجب بدخل على يزيد هو في السجن. قال الحاجب والله مو بوقت يا فرس دق، تكفى طعني لا تدخل عليه. قال والله العظيم اني ما ابي من شيء، بدخل بس بكلمه واطلع. قال ادخل. فدخل عليها الفرس دق وشاف يزيد منكسر يزيد شوي تعبان. قال يا مرحبا مرحبا فرس دق. قال فرس دق ابا خالد ضاقت خراسان وبعدكم، وقال ذو حاجات أين يزيد، فما قطرت في الشرق بعدك قطرة، ولا أخضر بالمروين بعدك عود، وما للسرور بعد عزك بهجة، وما للجود بعد جودك جود. هو يلتفت يزيد للحاجب قال أنتم جامعين 100,000 حقت خروجي صح؟ قال لا تكفى. قال أعطها الفرزدق. قال الفرزدق والله ما جيتك عشان. قال خذها. هو يعطي الفرزدق 100,000 اللي يجمعوها وقعد في السجن. يزيد من المهلب في يوم من الأيام كان يمشي مع طريقه وعرضت عجوز كبيرة سن فقيرة، فقالت عطنا شيء من ما عطاك الله ما تدري من هو. فقال اللي عنده عطاه كل النفقة 100 دينار ذهب عطيه. قال يقنعها القليل يا أخي، ما تعرفك عجوز ويقنعها القليل يا أخي. قال إذا كان يرضيها القليل فهو لا يرضيني، وإن كانت ما تعرفني أنا أعرف نفسي عطها. ولا الشاعر اللي دخل على خالد بن يزيد قال خالد وش عندك؟ قال سألت الندى والجود حراني أنتما، فقال يقينا إننا لعبيد، فقلت ومن مولاكما؟ فتطاول علي وقال خالد ما يزيد. قال خالد أعطوه 100,000 درهم وإن زدتني زدتك. كله كريم طوب. قال تبرعت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى حسبتك تلعب، وأنبت ريشا بالجناحين بعدما تساقط مني الريش أو كاد يذهب. فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهب. قال عطوه 100,000 ثانية. أنا أدري أني كثرت عليكم لكن هذه آخر قصة. أنا مشكلتي إذا استانست أسهب، ممكن تكون وناسة من طرف واحد أنا داري، ولكن يعني هذه آخر قصة يعني. هذا رجل كان يهوى جاريته ويحبها بشكل عظيم جدا، وهي تبادل نفس الشعور وأعظم، يحبون بعض للموت، ولكن كانوا في فقر، فقر لا يوصف. فكان صعب عليه، صعب انه يشوفها في فقر وحاجة وصابرة علشان تحبه. فقال لجريته انا ببيعك. فقالت ليه؟ من شو جاء مني؟ قال ما اقدر، انا ما اقدر اشوفك في الفقر ذا، انا بصبر على الفقر وموت في فقر بس انتي لا. فاخذها وراح عند عمر بن عمر التميمي من كرماء العرب، قال له انا ببيع الجارية. فشافها عمر وقال يلا انا اشتريها منك، وعطاها الفلوس وجلست الجارية وراء ابن عمر. ويوم جلست هي ورا ابن معمر حاولت تسكت ولكن ما قدرت، بدت تبكي لأن تدري هذا حب حياتها وآخر مرة بتشوفه. فبكت وقالت هنيئ لك المال الذي قبضته، ولم يبقى في صدري غير التحسر، أبو أبو حزن من فراقك موجع أناجي به صدرا طويل التفكر. وقعدت تبكي، ويوم سمعها تبكي وتقول الأبيات حبيبها بكى بعد وطالع فيها وقال ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن، يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري، عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري. ومعمري دمع بينهم قال تعال تعال قمي قمي قمي، ترى هجتك والفلوس اللي معك حلال عليك، وإذا نقصك شيء ارجع لي، تكفى أنك ترجع لي. أعطاها الجارية. أنا آسف يا جماعة الخير إني طولت عليكم اليوم يعني، ولا قصص العرب لا تنتهي. أنا مشكلتي كل ما أدخل محادثة ولقى واحد يمدحني نزلت سنابات زيادة يعني، أنا أشوش مع المدح بس ما أعطي فلوس، أنزل سنابات بس يعني. ولا تجود يدني إلا بما تجدوا. أدرون علي طالة، كانت هذا جزء بسيط من قصة العرب، مصادر سوالفني يا أخوان من كتاب المستطرف في كل فني مستطرف. أشوفكم على خير، السلام عليكم صباح الخير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان، بس قبلها يا أخوان
الناس في متابعتهم لي يختلفون يعني بأشكالهم وتصرفاتهم. يعني في بعضهم يأخذني منوم يعني نفس الفيديو اللي أنا نزلته في تويتر خليني هرج وسولف وهو يرد يعني. وفي بعضهم لا يعني في واحد جاني قال حبيبي أنا ما أخذك أنت حق زحمة خريص أنت حق خريص. قلت يا عم لو تلطفها بس وأنت تقول العبارات دي لي. وفي بعضهم يأخذني راديو خط صفر يحط جوالي وراح يمسك خط. كلهم أنا تقبلتهم بس في واحد قابلني يعني قال لي حبيبي أنا والله ما أتغدى ولا أتعشى لين أحطك على السفرة. يعني هو كذا يعاملني شطة شيء زي كذا على السفرة. فما كنت مستوعب الفئة هذولي بس طلع الموضوع حقيقة يعني أنا أوريكم مقاطع الموضوع ما عاد مريح يا جماعة الخير. ما يا أخوي الناس تقابل العيش ولا تقابل الجيش. وحمدان أوه أنك خربت عيالنا. شوف على العشاء يعني شوف كيف شوف المرحلة اللي وصلنا لها. أنا كنت ضايق أقول لأحد يناديني الحكواتي حبيبي نادني الحكواتي الحكواتي ولا واحد يقابلك يقول أبو حمدان والله أنت حق سفرة. ما بي أنا أكون حق سفرة يا عيالش. وأنا كل يوم بحلق يا جماعة الخير قبل أطلع أقول قصة يعني من أول يوم ماش ميانة يعني وحاول أضبط العلاقات بيننا كنت أضبط ما هي خلاص يعني حاب ميانة. في يوم من الأيام طلع أبو خراش الهذلي هو زوجته رايحين لمكة. أبو خراش كان شاعر ونشيط في عز شبابه وسريع يا جماعة الخير سريع سريع فسكان في فسكة غير طبيعية. يعني هو هذلي الأصمع يقول الهذلي يا يجيك يا شاعر يا رامي يا ساعي وهذا جامعة الثلاثة لها سوء. وهم في الطريق التفت أبو خراش على أم خراش وقال أم خراش قالت سم قال أم خراش أنا عرفت ما تسكتين يعني وتحبين السوالف واجد. قالت لا والله أنا بالعكس عادي إذا ما سولفت معي. قالت أم خراش أم خراش تكفين إذا دخلتي مكة لا تتكلمين مع أحد ولا تعلمين أحد المعت ترى بن الديل يطلبوني بثار ونمسكوني عضيت الأرض لا يدرون إني معت اسكتي العلم ما يقعد في بطن سنة داري بس تكفين اسكتي. قال خلاص سم أبشر. قال خلاص يوم أقبلوا على مكة أم خراش تروح للسوق وبتروح للعطارين تبي تشتري أغراض لها. وهي واقف عند العطارين مروا اثنين من شباب بني الديل ويوم طالع واحد والثاني هم سكده كبك شوف اللي واقفة هو طالع قال أم خراش. قال لي والله أم خراش قلت أتوقع أنه معها جاي أبو خراش. قال نسألها قال بيب معلم على الرجالها أتوقع أنها بتعلم. فمشوا الاثنين اللي وقفوا عندها وقالوا أم خراش. قالت نعم أم خراش. قالوا يا هلا يا هلا ومرحبا يا مرحبا والله يا أم خراش وش تسوين هنا تكفين نخدمك في شيء. قالت والله أني واقفت عند العطار بأخذ لي طياب وأخذ لي. قال أنت تأخذين طياب أنت المسك منك وفيك أنت الطيبين الديرة أنت الطيبين مكة كلها الطيب من طيبك أنت أنت ما تأخذين طياب. قالت يا عيال الله يصلحكم يا عيال فكونا من الكلام ده. قال أبو خراش عساه طيب هو معت. قالت ما أدري والله. قال أم خراش أنت فاهم الجحيد غلط ما هو بكذا أم خراش. قالت أنتم مش من أنتم. قالوا حنا من بني هذيل أنا من شو مجي هنا والله من بني هذيل نشب أبو خراش حنا وياك كذا. قالت تامنكم من بني هذيل إيه والله أبو خراش مني وتراه مندس شفت البادي ذاك مندس فيه عشان بني الديل يدورونه. قال بني الديل يدورونه الحروض هو وين؟ قالت في الوادي. قال خلاص ما قالوا يلا مع السلامة يا أم خراش. قالت أنا مع السلامة ولاني مختن طياط وبروح لأبو خراش. قالوا لا 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 أخذي طيب أخذي. قلت لا ما قالوا يلا هو يستر علي سجل وهو يتروح. قال أبو خراش أنا خلصتي. قالت إيه خلصت. قالت يلا مشينا يلا رحنا. وهي تمشي هي بجنب أبو خراش يمشون رايحين. قال الرجال يوم طلعوا عليهم من فوق ضلع كلهم الرجال يطلعون وهي طالع في أم خراش. قال قتلتيني يا أم خراش مت ذبحتيني ترى يا أم خراش. فقالت أم خراش لا ما عليك ذولي بني هذيل. قال أم خراش ركب البعير ركبي وركبها البعير. قال ها وجهي يم قوم يروح. قال يعني ذولي مو بني هذيل. قال لا يا أم خراش ذولي بني الديل اللي أنا كنت أحدث عنهم. قالت بس والله ترى محترمين كانوا محترمين مرة معي. قال أم خراش رح وجهي بالبعير يم قومي وروحي امشي هم قايلين لي شيء هم يبوني انا. قلت وانت شو بتسوي؟ قال روحي لقومي بس واذا وصلتيهم نبهيهم عني يلا روحي. فتجمعوا بين الديل عليه وجايبين معهم واحد من برا اجنبي محترف اسمه مخلد عشان سريع لانهم يدرون ابو خراش طياره. ابو خراش اذا عدى رجلينه ما تمسك الارض ما تنوش الارض سريع مره طياره. فقالوا مخلد تكفى ترى سريع. قال عندي
عندي والله والله اكتم اهلكم عندي. هم يتجمعون كلهم هم تكفي مخلد تكفي مخلد يحدونه ابو خلاص يرفع ثوبه يجي يباري لهم زين هم يجون يعدون هم هو ينحاش ويلحقونه ويلحقونه تكفي مخلد تكفي مخلد مخلد وراه مخلد امسك المسك اخذه نبي لا اسره ومخلد يعد يعد وراه قال يا مخلد ما اقدر امسكه قال يا مخلد ضربا ضربا يا مخلد ضربا اضربه بس اضربه اطرحه اذبحه الا ما عاد اقدره مخلد قالوا يا مخلد رميا رميا يا مخلد احذفه بس ارمى بسهم سوى اي شيء ولا قدر مخلد نحاش فكانوا كل الرجال يعدون ورا ابو خراش ومخلد يحد منهم يجون يا ولد حد انت ما يخبر علينا عيال يخبر علينا انت ابو هو طاير 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 عجاج وخبرته وراه منحاش رايح القومه وصلت ام خراش القومه ودخلت ولقت ابوه واخوانه قالت الحقوا تكفون ابو خراش يعدون ورا الرجال بيمسكونه بيذبحونه واخوانه يقومون يسحبون سيوفهم قال الشايب اقعدوا اصبروا يوم خراش وش سمعت القوم يقولون قالت سمعتهم يقولون اخذا 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 قال طيب اللي بعدها قالت اللي بعدها يقولون ضربا 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 قال طيب اللي بعدها قال اللي بعدها يقولون رميا 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 قال ما انتم ماسكين دام رميا وتسمعوا له ترى هنا قريب ابو خراش ابو خراش ينادون اللي هو نازل عليهم اخبرته قرب في ثوبه جاي ها وصلتي قالوا والقوم وين قال لي عتهم من زمان وين بعيد راحوا خلاص راح بيجي سوهاتوا عندي الغداء ما خلاص فيقول ابو خراش في قصيدة الحادثة ذي اللي مطلعها يقول رفوني وقالوا يا خويلي اذا لم ترع فقلت وانكرت الوجيه هم وهم خويلي دي صغر سن مخلد اللي كان يعدي وراه يقول لا ظبي ولا حمار وحشي ولا تيس طال عمرك يقدون يلحقون سرعته يقول باسرع مني اذا عرفتوا عديهم كأني لأولاهم ومن القرب توأمي يقول يوم عادي أنا وضبة والحوش ذي يقول والله أني أنا أول واحد فيهم من سرعتي كني توأم أنا وياه طيارة طيارة أبو خراش ترى كان شجاع يعني لا يغركم النحشة ذي اللي أولا يعني رجل تجمع عليه النحشة نصها مرجلة كان شجاع وكان عزيز نفس أبو خراش مرة ذبح الجوع جوع ومر من بيت حرمة وذلية كريمة فمر من عندها ولقاها عند الباب تطبخ ذبيحة فيوم شم ريحة الذبيحة بدأ بطنه يطلع أصوات غصب عنه يعني فانتبهت له الحرمة مر بجنبه فطالع في بطنه وقال له طلع أصوات والله إني لا ربيك والله إني لا ربيك عند الحركة هذه قال عندي مرة قالت لي مرة أكل الأكل موجود تكفى قالت لي مرة هاتي هاتي هو تعطيه مرة هو يأكل المرة قال نصيبك نصيبك مرة عشان تعرف تصبر قالت يا أبو يا أبو خراش الأكل تكفى هو يروح هو يلتفت عليها قال وإني لآوي جوع حتى يملني وأحيا ولم تدنس ثيابي ولا جرمي قلت يا مريض تعال اكل وروح ضايق ومرة إسارت قبيلة فهم أخوه عروة فرحوا بيتدي أخوه فوصل عندهم قال يا أخي مش المشكلة قال أخوك سروق أخوك يسرق الكحل من العين سروق والله لن أقتله والله قال أخوي سروق بالله شوف البراءة هذه وطالعون في أخوه اللي هم حاطين عليها عمامة لافينه وشنبه طالع من وراء العمامة قال بالله شهادة يسرق أحد قالوا أبو خراش والله أخوك حرامي وأبو خراش يسب جنبه يحاول يقنعهم وعروة يمد يده على أبو خراش أبو خراش طالع فيه قال عروة أنا أخوك أخوك أنا يا عروة تسرقني وهي شيء يده ردها قال يا رايتي اسمع قال والله نقتله والله قال والله نفتيه تكفون خلوني نفتيه قالوا تفتيه بروحك ما نبي تفتيه بالمال قال تفتيه بالمال قال ها راح يجيب المال بس وش الضمان قال الضمان ولدي خراش ويسحب خراش ذني هذي قال أبوي قال حطه هنا ربطوا ولدي خراش لين اجيب المال وافدي اخوي فراح وجاب 3/4 ماله وجمع المال من الناس وفدى عروة فاخذ عروة وقالوا له بيض الله وجهك فديت اخوك قال الله يستر عليه واخذه قالوا خراش ولدك ما تبي عندنا قال والله انتم ما قصرتم معنا فخلوه عندكم خلوه قال ابوي تخليه قال تعال هو يحب خراش بس خراش يعني خديش مو فخلى ابو خراش عروة اخوه عنده حولها قريب ورقد وقام يوم من الايام الا الصبي حق ابو خراش حقه هو جايه عدي عينه منتفخه مضروب قال ايش فيك؟ ايش جاك؟ قال عروه ضربني قال لي قال ضربني واخذ شاه من غنمك وذبحها قال تدري فداه صح فراس لا تقول لي شيء وبعدها بايام الا الصبي جاي عينه منتفخه قال انت ما طبت من الضربه قال لا ما خلاني اطيب عروه صكني في ثانيه في فوق الحجاج هنا قال لي وش سوى هالمره؟ قال اخذ شاه ثانيه من عندك وذبحها قال أبو خراش جعلها فداه جعلها صح تراس لا تقولوا لي شيء خلوا
بعدها فترة الصبي جاء عيونه الثنتين تنفخ قلب خراش هذه عدوى هذه يعني أنا شوفها انتقلت لعينك الثانية. قال لا عروة ضربني على عيني الثانية. قال عروة أنت تحط عينك قدام يده ولا قال ضربني أخذ ناقة هالمرة. قال أخذ ناقة قال هي أخذ ناقة والله. قال نعاد كده كثير. أبو خراش يطلع يروح يدور عروة ويطلع أبو خراش ويلقى عروة وكان عروة ثمل. عروة كان سكران مرة. قال عروة أخذت الشهلولة ومشيتها والثانية ومشيتها ناقة لا بتذبح المن أنت. قال بذبح لي أنا وأخوياي. شوف أخوياي جالسين ويطالع له سربيت كلهم سكرانين وشنباتهم. قال تذبح للهمل هذا حبي أخويا كذولي ما وكلهم حتى شعير تذبح لهم ناقة هات الناقة. عروة هي قربه وعروة هي قربه يوم قربه عروة أخو يلطم أبو خراش على عينه. يرجع أبو خراش البيت يدخل على الرأي حقه لعينه من تخه عينه أبو خراش. قال الرأي عدوى. قال اقطع بس اطلع اطلع برا اطلع برا اطلع. يقعد أبو خراش ملطوم عينه. عروة اللي افتكه وفداه من الموت لطم عينه. فراح الناس العروة وقالوا له يرخمه أخوك اللي افتكك من الموت تلطمت من يدك عليه. فحزن عروة وراح لأبو خراش راح ودموعه تصب على شنبه منه. فدخل قال أبو خراش أبو خراش أبو خراش ما يطالع فيه. قال أبو خراش تكفى طالع فيني. فالتفت أبو خراش قال عروة شكلي زدت وزنها شوية أبو خراش يدي ثقيلة معلش تكفى سامحني. قال سامحتك يا عروة تعال سامحتك. وقال أبيات جميلة يقول فيها لعلك نافعي يا عروة يوما إذا جاورت من تحت القبور أخذت خفارتي ولطمت عيني وكيف تثيب بالمن الكبير. أبو خراش كان راعي فزعة راعي فزعة لين الموت لين حد الموت يعني. في معركتهم مع بني ثمالة كان أخوه عمر يستنجد ويصيح يقول ألكن على الثمالي وراي تكفون يلحقني. ألكن على الثمالي هذا فارس سفاح أصبع مقطوع مجنون. فقال أبو خراش لأخوه عمر تعال يمي تعال جبل فرس يمي تعال. فجاء عمر بالفرس ووخر عن أبو خراش. قال أبو خراش قدام ألكن على الثمالي. أبو خراش يرمي عمره على الأكنع الثمالي هو يقتل الأكنع فارس. عاش أبو خراش عمر طويل. أخوانه ماتوا كلهم وخراش لحق بجيش المسلمين وصار يحارب مع جيش عمر بن الخطاب. وهو عود الشخص اللي كان فسقان وفارس وسريع ومتعافي كان ظهر من حنين في خيمة ما عنده أحد وسمع صوت مشي ناس حول الخيمة فطلع قال مرحبا من أنتم؟ قالوا حنا ضيوف جايين من اليمن. قال يا مرحبا. وهو يا الله يا الله يتحرك هو ينفض لهم الخيمة هو يجلسهم قال استريح استريح. فدخل عند ضيوفه وهو كبير سن وقال أنا زي ما تشوفون شايب يدي ترتعش يا الله يتحرك هذا الذبيحة وهذا القدر والما في البير ما قريب هنا اطبخوا عشاكم روحوا. قالوا لا حنا ضيوف وهم شباب فسقانين متعافين. قالوا حنا ضيوف تخدمنا أنت. قال سموا يا مرحبا بالضيوف. هو ياخذ قدره هو يالله يشيل ذبيحته ويروح يسحب عمره شايب هو يروح للبير ويحط الماء هو يجي يوم اقبل على الخيمة وتقر صحية في ساقه هو يدف عمره هو يصبر لين جاء وحط القدر عندهم وحط الماء واللحم وقال يالله زينوا عشاكم وقاموا زينوا عشاهم وما يدرون ايش فيه وراح لشعيب قريب وانستح. فمره راعي هو فالشعيب وقال ابو خراش عسى ما شر فيك شيء. قال قصر صوتك الان ما فيني الا العافية خلط ضيوف يتعشون. قال طيب أخدمك بشيء. قال لي تذكر البيتين هذه لعمرك والمنايا غالبات على الإنسان تطلع كل نجدي لقد أهلكت حية بطن أنف على الأصحاب ساقا لا تفقدي. قال الراعي سم وراح. فهم تعشوا الرجال يوم خلصوا ناموا جو من بكرة الصبح إلا أبو خراش ميت في مكانه. أبو خراش عشى ضيوفه في آخر ليلة قبل لا يموت. مات الشايب الهدلي الحالة مات كبير سن ما عنده خراش ولا أخوانه ولا أم خراش مات في شعيب الحالة. درى عمر بن الخطاب عن قصته وكيف مات وحسن وحمل الضيوف اللي جوا من اليمن حملهم دية أبو خراش كاملة. كانت هذه أخوان قصة أبو خراش الهدلي. مصادر سولفنا يا أخوان من كتاب الأغاني. كان معكم نايف حمدان حق السفرة. نشوفكم على خير. السلام عليكم مساكم أبو خير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان. بعدين الساعة 11:30 معادي بالحيث مقدمات احنا تأخرنا المفروض بعدين 10 بس كذا تخلص من القصة على طول وتروح تسن للفجر يعني احنا ها يعني يوم نخلص المدنا صابع فدني يعني خلاص.
كان سليمان بن وهب حطها الخليفة على سرة من رأى. سرة من رأى اسم سامراء حاليا هذه في العراق، فكان هو عامل الخليفة عليها وهو الآمر الناهي، وكان له هيبة، رجل له هيبة، معصب دائم ولا يضحك ولا يسلم على أحد ولا يقوم لحد. كان في الديوان اليوم أنا جلس وجوا الناس يقول اللي عنده، يقولوا لا تقومون المخلوق بشري، غير مخلوق بشري قوموا لا تسلمون على أحد، اللي يبينا يجي ويخلص شغلته عندنا ويضرب الباب. رجال دائم معصب دائم. فكان الحاجب اللي عند الباب يعدد له أسامي الناس اللي بيدخلون عليه، يعني هو يحترمهم ويقدرهم ويخلص أمورهم بأدب، بس ما يقوم، لو بقوم لكل واحد ما خلصنا يعني. فكان الحاجب اللي عند الباب يعدد القائد فلان فلان، يعني يجي القائد ويخلص موضوعه يروح، والقائد فلان فلان هو جالس ما يقوم، الشريف فلان فلان القائد، أنا اللي حطيت صوت الحاجب على ذاك، أهل حسين يطلعون. فكان دايم هو جالس ما يقوم لين وصل الحاجب وقال الكاتب، كاتب قال الكاتب أحمد بن خالد، ويتغير وجهه سليمان، قال من هو؟ قال الحاجب هذا مكتوب الكاتب أحمد بن خالد يستأذنك في الدخول، أحمد بن خالد مكتوب اسمه. وسليمان يفز، كانت هذه كانت لحظة تاريخية في تاريخ ديوانه، قام لحد، قام يستقبل أحد، فز سليمان. قال اصبر دقيقة لا يدخل، اصبر يا ولد، هي زين زين مراتب هنا، انت شيل تعال قم شيل القرطيس، شوف انا طايح عند اصبر، هو زين لبسه هو زين وضعه. قال هذا دخل الرجال، يا هلا هم يدخلون احمد بن خالد، هو يفز لسليمان عند الباب، يا مرحبا ومسهلا، هو يسلم عليه يا مرحبا والله نبرك ساعة. الناس في صدمة، الناس طلعت اوراقها معاريضها، قالت هذا امير المؤمنين اللي دخل ذا الخليفة، يطلعون اوراقهم ويقدمون هنا. الناس ترى في وسط صدمة، سليمان الهيبة طالع عند الباب يستقبل ذا الكاتب، قالوا هذي وش، ما ندري وش. وسليمان يروح يسلم عليه يا مرحبا ومسهلا والله نبرك ساعة. قال أحمد بن خالد يا مرحبا يا بيوب، يا مرحبا ومسهلا، يا رجل يجي لكل مكان لا أحد يقوم. قال سليمان والله العظيم اللي تعدي في صدر مجلس، والله تجلس في صدر مجلس، امشي ويمسك يده. قال يا بيوب تكفى، قال والله تجلس في مكاني، والله قم يمسك اللي حطه في صدر مجلس. وناس يطالعون، ناس في صدمة. وسليمان يلتفت على واحد قال راح جيب لي شيء يشربه، جيب له رجع. قال يعني اجيب حليب؟ قال لا جيب حليب، جيب الناقة شخصيا، حط الناقة وراه، حط يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا. جلس احمد بن خالد مع سليمان وقاعد يسولفون شوي، وقال احمد بن خالد يلا هنستأذن يا طويل العمر، ويمشي مع سليمان يودعه لين عند الباب. هو تقول له تكفى لا تكون الاخيرة، تكفى لا تكون زيارة الاخيرة، تكفى تراك والله انك شرفت المحل. قال لا ان شاء الله بجيك. وراح احمد بن خالد وسليمان يطالع فيه مبتسم لين اقفى احمد بن خالد، واحد من اللي يشتغلون في الديوان يطالع في سليمان يشوف سليمان مبتسم، قال اللي يشتغل في الديوان قال اشو انا رتبنا والله قبل يجي، طالع في سليمان قسم قال ايه رتبنا، بس رتبنا المجلس قبل يجي احمد. قال انت وين تشتغل؟ هذا وين يشتغل ده؟ قال انا طال عمرك معكم انا اكتب دواوين. قال طيب انا ما اشوف تكتب دواوين، شو تسوي انت واقف هنا الحين؟ قال سمى الحين سمى. قال يلا كلنا على شغله يا هي خلاص يلا يا هي، يروحون هو يجلس في صدر المجلس. فيوم خفوا الناس اللي في الديوان ولا بقى لسليمان ولده، راح ولده اسمه عبيد الله لابوه سليمان وقال ابوي انت شراف ما تقوم لهم، قاده ما تقوم لهم، شيوخ ما تقوم، وتقوم الكاتب ما معليش ما فهمت. قال والله ابو كذا جت لي مع قصه ما انساها ما حييت، مبطي صارت لي بعلمكيها مبطي وانا ما اخذت امك. قال السالفه وانا ابوك اني انا مبطي، انا اللي اجمع الخراج واعطيها الخليفه، الخراج اللي هو الفلوس اجمعها من المناطق واعطيها الخليفه. يقول واحمد بن خالد كان هو كاتب الخراج لمصر، المصر كاتب الخراج هو احمد بن خالد. يقول فكنت القط فلوس، اخذ فلوس منه ومنه واسرق إلا من عند حق مصر ذا، حق مصر هذا خبيث يشددها صح ويكتبها ويوزنها، ما أقدر أخذ ولا دينار واحد. فراح سليمان المصر علشان يشوف من العلة ذا، من أحمد بن خالد ذا اللي ما يمغط عنده شيء يعني. فيوم وصل مصر يبي يتفاوض وياه، يبي يشوف يعني اتفاق عادل يعني تأكل وناكل ومشي الأمور. فجلس سليمان وقال نادوه لي، فدخل أحمد بن خالد. فيقول يوم دخل الرجال الضخم ذا وأوراقه معه، هو يجي ويجلس. قال سليمان ها ما شاء الله كم خراج مصر؟
قال خراج مصر يفتح حلقة الكتاب الإمام خراج مصر 14,000 يعني مليون 14 مليون و893,332 دينار ودرهمين. قال سليمان ودرهمين؟ قالوا درهمين. قال ها درهمين هذا كيف تسرقه؟ هذا كيف تجي ودرهمين حاطها معي؟ قال سليمان يبي لطف الجو، عاد الدرهمين دي انت مرات ما تسجلها. قال الا سجل الدرهمين قبل 14 مليون درهمين نعطيها الخليفه ثم نعطيها 14. قال سليمان ايه اسمع عاد بتسوي ذمه على راسي هنا وتسوي انك حقاني، اقسم بايات الله لا افصلك واخلي الكلاب تقاطعك في الشارع. حبيبي الناس كلها تسرق يمين ويسار، اكل مع الرجال اكل وخلنا ناكل، والله ما ادري عنك الخليفه ولا الدوله ذي كلها. واحمد بن خالد طالع فيه وساكت. قال سليمان اسمع، نقص من النفقات وكثر من الدخل السنه دي وصف لي 100,000 بس واخذ انت الباقي وخلنا نعطي الخليفه. قال احمد بن خالد 14,800,000. قال يا حبيبي لا تجي علي، انت شفيك انت؟ زد 100,000 في سنه. قال احمد بن خالد 14,800,000. قال طيب خلاص 50,000 50,000 في السنة. قال احمد بن خالد 14,000,000. قال ولد. قال احمد بن خالد اسمع سليمان، هذا كتاب اخراج عندي، تبي تزيد زد انت من كيفك، ولكن والله ما وقعه والله ما اخون نفسي قبل لا اخون الناس. هو طالع فيه سليمان قال يا ولد تعال اسحبوه انطلوا في السجن انطلوا. قم لعن الله استغفر الله، انا بغيت العنها، انا حسفت 100,000 غبنه تروح. فالسجن سليمان الكاتب احمد بن خالد حطه في السجن في الحبس شهور. كان سليمان يسبب له كل انواع الضغط النفسي والعذاب. كان سليمان يطالع في الجن يقول يا اخوان اللي عنده ضغط نفسي وده يسب لا يسب في الهواء يطلع بالحال، لا حرام تضيع سبتك دي شتيمتك دي نبيها، ادخل احمد بن خالد يسبه في السجن. فزاد على الضغط النفسي كل يوم اهانه وكل يوم ضرب علشان يوقع له 100,000. لين جاء يوم من الايام وسليمان كان ياكل اكل غدا، جاء واحد من الجن وقال احمد بن خالد يبيك يبغى ضروري بيقابلك. قال لي خلوا الخايب شوي اليوم اني خلصت غداي دخلوا. يوم خلص سليمان غداه دخلوا عليه احمد بن خالد. دخل احمد بن خالد هو منثني صوت الحديد يقرقع في دينه ويسحب السلاسل برجلينه تعبان من الضرب والاهانه اللي تجيه يوميا. فمشى لين وقف قدام سليمان وقال يا سليمان سجنتني بدون ذنب وأجرمت فيني بدون أي فعل ارتكبته، وهنتني قدام المارة والعامة والناس، أما أنا لك أن ترق. سليمان ينقل سليمان زي كذا قال والله أنت اللي اخترت لنفسك زي كذا، أنت اللي حطيت نفسك في المكان ذا، لو أنك معطيني 100,000 من ذيك الليلة عشت معزز مكرم، بس الدليل راح يبقى دليل. بعدين أنت جايني عشان تستعطفني بالكلام ذا، وأنا أحسب أنك جايني بتعطيني فلوسي وتخليني أمشي، ولكن يا حساب اني ضيعت وقتي معك وانت خايب. فطالع فيه احمد بن خالد قال هذا اخر كلام عندك سليمان؟ قال ايه اخر كلام عندي. فطلع احمد بن خالد ورقة بسيطة يقول سليمان لولده، يقول كانت لطيفة بسيطة ربع ورقة. فاخذها سليمان يوم فتحها المكتوب دع ما تتولاه الى احمد بن خالد وارفع الحساب له وامتثل له في امره ختم الخليفة المتوكل. يقول فبديت ارتعد وطالعت احمد بن خالد. قال احمد يوم اني كنت في السجن كانوا الناس اللي برا اللي يحبوني ولا عمري ظلمتهم بدرهم واحد في الخراج رفعوا الى عرق الموت صاحب البريد رسالة الى الخليفة المتوكل وعلموه باللي صار كله. فيوم سمعوا الجند الرسالة قالوا لسليمان هذه من الخليفة المتوكل. طالع فيهم سليمان وطالع في احمد بن خالد قال لي والله هذه من الخليفه المتوكل، هذا قائدكم الحين. ففزوا الجند كلهم وفكوا السلاسل وفكوا القيود عن احمد بن خالد. يقول سليمان فطحت على ركبي ومديت يديني ورجليني للسلاسل والقيود انتظرها، انا توني شاتمه وهاينه لي شهور في الحبس اهيني كل يوم. يقول فقام وقال لا يا ابو ايوب لا والله ما ردها بالمثل. يقول وقومني وقال يا ابو ايوب خليك في القصر ذا حتى لا تطلع منه، انا لي بيوت برا بس انت غريب عن مصر،
خلك فيها، والخدم أنتم خلوكم اخدموه كلكم، والجند احرسوه. يبو يوب والله ما تدق مهونة ولا عار ونحل. يقول فخلاني قاعد في القصر 30 يوم، 30 يوم ومعزز مكرم، كل يوم يجيني هو ويشوف وش ناقصني ويخدمني كأني أنا عامله خليفة لحد الحين، بينما أنا معزول. هو اللي في يده الحل والربط الحين. يقول وجاني يوم من الأيام وقال اشتقت للعراق، اشتقت السر من رأى يا سليمان. قال لي والله اشتقت، بس أنا مستحم منكم، مستحم من حضرتك. قال رح للعراق الله يستر عليك. يقول وعطاني خيول وبغال وجند يرافقوني في الطريق لنوصل للعراق. يقول يوم نصفت الطريق اللي هو لحقني بنفسه، قال ذكرت حاجة، قلت ايه؟ بس أنا بيسحبني الحين مع لحي يحك بي من نص الطريق لين رجعني لمصر. قلت سم. قال أخاف واستحيني كذا رحت للعراق وقالوا لك وين الهدايا؟ تقول ما معي هدايا. امسك هدايا ويعطيه السجاد وحرير ومجوهرات وذهب. يقول ترى هذه من مالي الشخصي، رح الله يستر عليك. فيا ولدي كيف تبيني عامل رجال عامل أبوك بالطريقة هذه؟ واصبح سليمان بعد الموقف ذا ما يسرق حق مسلم أبد، ويتجمل في كل شخص يجيه علشان يذكر معروفه مثل ما هو يذكر معروف أحمد بن خالد عليه. المهلب يقول عجبت للرجال كيف لا يشترون الأحرار بمعروفهم، ترى تقدر تشتري الرياجيل بفعولك وبمعروفك فيهم. يدرون على إطالة، يدرون على قصور. شوفكم على خير، فهم الله.